من فريق العمل من المخرج فرانسوا زيد ومني مساء الخير إلى كل مشاهدي الام تي في بلبنان وبالعالم وحلقة جديدة بموضوعية من السماء إلى الأرض ومن تحليق طائرة أيوب فوق الأراضي الإسرائيلية إلى استشهاد أبو عباس ورفاق له في الأراضي السورية عنوان واحد وحيد حزب الله. فماذا يريد الحزب في المرحلة المقبلة؟ وهل خطته ترتكز على الهجوم الوقائي بعدما تبين له أن النظام السوري في ورطة وأن أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم؟ وفي انتظار توضح الصورة حدوديا جنوبا وشرقا وربما شمالا، ماذا عن الوضع اللبناني الداخلي اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وسياسيا؟ وهل هذه الحكومة قادرة فعلا على مواجهة التحديات المطروحة؟ ثم هل يمكن أن تحصل الانتخابات النيابية عام 2013 إذا استمر التوتر الأمني متنقلا بين المناطق؟ وهل يمكن أن تحصل الانتخابات الرئاسية عام 2014 إذا لم تحصل الانتخابات الرئاسية النيابية؟ والأهم، ماذا عن الوضع في سوريا؟ وهل صحيح أن الصراع فيها تحول حربا طويلة الأمد بعد البدء بفرز السيطرة على الأرض بحيث تكون حلب والشمال بيد المعارضة ودمشق والساحل بيد النظام؟ وهل سوريا انطلاقا من هذا الواقع مرشحة لأن تصبح ثلاثة أقسام باعتبار أن الأكراد يحيدون مناطقهم عن الصراع؟ لمحاولة الإجابة عن هذه الأسئلة وما يرتبط بها، يسرنا أن نستقبل الليلة في الاستوديو رئيس حركة الاستقلال الأستاذ ميشيل معوض وعميد الخارجية في الحزب السوري القومي الاجتماعي الأستاذ حسان صقر. وسنكون في سياق الحلقة مع ثلاثة تقارير، كما سنتلقى مداخلاتكم وأسئلتكم عبر تويتر وفيسبوك والعنوان الإلكتروني للبرنامج، إضافة طبعا إلى اتصالاتكم الهاتفية المباشرة. مساء الخير استاذ ميشيل، مساء الخير استاذ حسان. مساء الخير استاذ ولي. استاذ ميشيل، رح ابدا معك بهذا الغياب عن الساحه السياسيه، يعني كتار وقت اللي طلعت البروموسيون على الهواء صاروا يسالوا اف لا الاستاذ ميشيل معوض موجود حقيقه بلبنان، شو سر هالغياب؟ لا، ما كنت غايب ابدا، كنت غايب يمكن عن الساحه الاعلاميه مش عن الساحه السياسيه. موجود بالشمال وكنت عم تابع امور الشمال، وصلنا خمسه سبعه اشهر نظمنا كل المكنة وكل التجهيزات اللازمة للاستحقاق الجاي اللي نحن ليه طلعت فيه على وقت الاستحقاق الجاي؟ لا، اللي نحن على اساس جيران، انه الاستحقاق ضده، على اساس جيران، مش لانه الاستحقاق ضده. لا، شو ضد حلفائهم مش ضده. لا لا، حيدنا كويس. واللي نحن مصرين ان تحييد شكلي، واللي نحن مصرين ان يكون بوقته الاستحقاق. جوابا على المقدمة اللي مصرين كموقف مبدئي، ولا كواقع حقيقي، ما في خيار بلبنان بانه يعني تطيير الانتخابات معناتها انه هذا الفرز السياسي القائم في لبنان بده ينحل بشكل من الاشكال. برايي مع تطور الواقع الموجود على ان كان على مستوى المنطقه او على مستوى الداخل اللبناني، ما ممكن بقى يفخذ هذا الواقع سلميا الا عبر انتخابات. يعني في واقع بالبلد، حكومه هي حكومه ما قبل الربيع العربي، حكومه اجت بميزان قوى اقليمي دولي يختلف تماما عن الواقع اللي عم نعيشه اليوم، وحكومه عمليا اجت عكس الأكثرية المنتخبة سنة 2009. فإذا بالواقع اللي نحن موجودين فيه اليوم بلبنان، إذا هذا الواقع ما بيتطور وما بينفرز عبر انتخابات، اللبنانيين يرجعوا يفرزوا ديمقراطيا سلطة جديدة شو ما كانت النتائج، منكون نحن عم ناخذ البلد باتجاه المجهول. ومن هالمنطلق هذا موقف مش بس مبدأ، إلا أي حد يعني كل انتخابات عم تفرز حقيقة سلطة جديدة. بس أستاذ حسن، بدي أسألك، هل وعيته كحزب من صدمة انتخابات الكورة؟ أول شيء مساء الخير ولك وللأستاذ ميشيل. بدي أعلق بس تعليق صغير على المقدمة. تفضل. يعني مبلش المقدمة كلها طيارات وطيارات استطلاع،
يعني مبلش وهي كل الحلقة على الطيارة. ايه مبلش هيك يعني بعد شوي حنقول يا صبر أيوب يعني شو جاي. يا صبر أيوب من شو؟ من طيارة أيوب؟ لا من المقدمات. بس بتذكرني بالمقدمة بشعار الإخوان المسلمين بمصر بالانتخابات. الإسلام هو الحل. صار بس بدك تحكي شيء أي شيء تاني ضد الإخوان المسلمين صرت أنت ضد الإسلام. وهلأ كمان بالمقدمة هي أي شيء بدنا نحكيه هلأ صرنا كمان مثل كأنه نحن مع الحروب ومع ومع وإلى ما هنالك. لا لا أنه ضد المقدمة يعني أنا عم بس أنا عم بطرح أسئلة. سياق المقدمة هيك بحسسك مثل كأنه مبلش من محل معين كأنه هيدي الفرضية صحيحة. إيه. هيدا بس بداية هيدي مشان نبلش سهل. بس قل لي بأي نقطة يعني أنه اعتبرت أنه انطلاق من طائرة أيوب وما حصل يعني في الجنوب وفي البقاع على الأطراف البقاعية أنه الموضوع هو حزب الله. صحيح. فينا ننكر هذا الأمر؟ الموضوع الحقيقة اليوم إذا بحابب نبلش هلأ لأنه كنت سألت. لا لا بدي أسألك يا داخل بنرجع. إيه إيه بدك عن حزب الله؟ لا عن الصدمة تبع الحزب السوري القومي الاجتماعي بالكورة. الحقيقة نحن يعني أول شيء الحزب القومي بالكورة معوض على الخسارة. نحن مش أنه أول مرة بنخسر. تعودتوا على الصدمة؟ نحن من سنة 47 بنترشح بالكورة وغالبية الأيام كنا نخسر من 47 ل 92 نحن ما ربحنا ولا مرة بالكورة. هذا ما بيعني أنه نحن لحد اليوم منا أقوى طرف بالكورة لحالنا. ونحن بالنسبة لنا الانتخابات هي محطة منتعلم من خسارتنا ومجرب نبني على الأشياء الصح اللي عملناها ومنستفيق من أخطائنا لحتى نبني للمستقبل. فبالتالي لا صدمة ما فيه ومعودين. بس إذا عم تقول لحالنا يعني كأنه حلفائكم هن الضعاف يعني أنتوا عم تقولوا نحن لقوية بالكورة بس للأسف أنه حلفائنا ما كانوا على قدر الأمل المعلق عليهم. اللي عم بقوله بالنسبة للكورة نحن كحزب نحن القوة الأقوى بين نحن وحتى الأخصام كطرف لحاله. تحالف القوى الثانية شكل ربح مع عوامل كثيرة. هلا ما بدنا نبكي على الأطلال ونقول المال والمغتربين وإلى ما هنالك ولكن بالنتيجة خسرنا ونحن قبلنا الخسارة وأعلننا استعدادنا للمعركة المقبلة. طيب أستاذ ميشيل قبل ما نفتح ملفات الحاضر نعرف أنه طبعا من يومين كان 13 تشرين وبالتالي 22 سنة مرقت على 13 تشرين 1990 برأيك هل كان هداك النهار يوم انتصار أم يوم هزيمة للبنان وللعماد ميشيل عون؟ أنا بدي أجاوب بنقطتين بهذا الموضوع. النقطة الأولى أنه أنا برأيي يوم 13 تشرين بيرمز للهزيمة مش بس للعماد ميشيل عون بيرمز للهزيمة لتراكم الأخطاء اللي صارت ما قبل 13 تشرين لكل الواقع المسيحي آنذاك. يعني 13 تشرين كانت نقطة أو لحظة اقتحم فيها الجيش السوري المناطق اللي كانت تسمى مناطق شرقية ولكن سبق هذا الاقتحام حروب تحرير وحروب إلغاء وتدمير منهجي وهجرة وإلى آخره. أنا بس بدي أقول شغلة لأنه بيربطنا يمكن من 13 تشرين 1990 22 سنة ومن 22 تشرين الثاني 1989 نهار استشهاد غني معوض 23 سنة. وأنا بقول بكثير من البساطة أنه لو ما بعد اتفاق الطائف ما تم اغتيال غني معوض مع من يتحمل المسؤولية المباشرة ومن يتحمل المسؤولية السياسية بهذا الموضوع يمكن ما كان صار وأكيد ما كان صار 13. من يتحمل المسؤولية المباشرة؟ طبعا النظام السوري. والمسؤولية السياسية؟ أنا برأيي أكيد العماد عون يتحمل مش بمعنى أنه كان مع اغتياله تكون توضح بهذا الموضوع بس بمعنى أنه رفضه المطلق لتسوية سياسية كانت متوازنة بواقعة سنة 1989 تحول يعني اتفاق الطائف تحول من اتفاق تسوية إلى اتفاق في غالب ومغلوب نتيجة تغيير بموازين القوى بين 22 تشرين الثاني 89 وبين 13 تشرين 1990. يعني وقتها بلش تطبيق اتفاق الطائف ما بعد 13 تشرين كان صار فيه هزيمة وتغيير بميزان القوة مثل عقد بتمضيه قبل بسنتين وبتجي تطبقه بعدين بميزان قوة مختلف. هيدا أول شغلة بدي أقولها. شغلة تانية اللي بدي أقولها وهيدا برسم كل القوى المسيحية نحن اليوم سنة 2012 والخيارات اللي بدنا نخوضها بلبنان بغض النظر إن إذا متفاهمين عليها أو مش متفاهمين عليها لازم تكون انطلاقا من 2012
ومن مستقبل الخيارات السياسية بلبنان لدى المسيحيين ولدى غير المسيحيين. ما بيصير نرجع نخوض معاركنا على إيقاع 1989 و89 و88، وهيدا قتلنا وهيدا قتل خير. لمين عم بتوجه هالكلام؟ عم بوجه هالكلام بداية للعماد عون، لأنه شفت صراحة اللي صار بهالكم يوم أو بهالكم أسبوع. معركة سياسية انتخابية ما عم تنخاض انطلاقا من الخيارات السياسية الحالية، عم تنخاض انطلاقا من محاولة إعادة تشنيج الأوضاع وإعادة يعني تشجيع الكراهية بين المسيحيين يعني اللبنانيين بشكل عام والمسيحيين بشكل أخص. ولكن بالطبع كمان بعد ردود الفعل اللي صارت كمان مش مقبولة. أنا يعني منك راضي عن أداء حلفائك في هذا الموضوع؟ لا لا أبدا مش عم بقول هيك. أنا اللي عم بقوله هو الآتي أستاذ وليد، نحن سنة 2012 المجتمع المسيحي أخذ 22 سنة تيلبلسم جراحه اللي يعني بالنتيجة تكونت أيام الحرب. أيام الحرب صار في بشاعة، صار في دم طبعا. صار في خصومة. نحن منا مضطرين نرجع نفوت هذا المجتمع بمعمعة ما إلى أول ما إلى آخر. نحن خلينا نجي نقول نحن بواقع في خيارات مستقبلية، وخلينا نتبارز على هالخيارات المستقبلية. خلينا نشوف مين بيقدر يقنع اللبنانيين انطلاقا من الوضع القائم سنة 2012 وانطلاقا من رؤيتنا للمستقبل. ما نرجع نفتح جراح أنا برأيي مش لمصلحة أحد، لأنه ما في حدا إلا ما بل إيده بهذه الحق. سيس حسان شو رأيك بهالمقاربة، وخصوصا أنه سمعنا الدكتور سامي جعجع اليوم بعد دور عم يحكي عن أنه طبعا التيار في هالمرحلة في هاليومين الفائتين حاول أن ينكأ الجراح وأن يعود إلى الماضي. برأيك هل العودة إلى الماضي اليوم تفيد أم تضر الواقع اللبناني؟ أول شيء يعني بموضوع الرئيس معوض، أنا بعتقد وبيعرف أكيد الأستاذ ميشيل أنه نحن كحزب بعد ما استشهد الرئيس معوض كان بعد ما عندنا محطة تلفزيونية بالشمال، وعطينا لبيتكم الكريم حق استعمالها بشكل كامل، ونحن بنعتبر الرئيس معوض هو شهيد كل لبنان منه شهيد طرف. وأنا بعتقد معليش اسمح لي أقول أنه في إساءة للرئيس معوض أنه نحن نصور كأنه استشهاده هو كان عبر السوريين ومش دفاعا عن السوريين، وفي إساءة لألكم حتى، لأنه أنتوا بعد الاستشهاد الرئيس معوض بقيتوا على علاقة وطيدة جدا بالقيادة السورية وبكثير من الأشخاص اللي بيتعاطوا الشأن العام بالقيادة السورية. فبالتالي بعتقد أنه من استحضار الموضوع السوري بكل محطة ما في مصلحة فيه. ولكن أنا بوافق على المقاربة الثانية اللي هي أنه إحنا تعوا نحكي بالمستقبل، تعوا نحكي اللبنانيين بخياراتنا، ما بقى نحكيهم بالماضي وننكأ الجراح ولا نحكي عن فلان مين قتل وفلان مين قتل. في برامج سياسية لازم نقدمها للشعب اللبناني. اليوم اللبنانيين ما بدهم يسمعوا أنا والأستاذ ميشيل كيف عم نتهم بعضنا وكيف عم نقاتل بعضنا وكيف أنتوا عملتوا هيك ونحن عملنا هيك. بدهم يلاقوا حلول لمستقبلهم. الشباب ما بدها بقى تسافر، الشباب بتحب بلدها وبتحب تبقى. يعني حلفائك أخطأوا بهالمجال؟ أنا بعتقد هذا الموضوع في مبدأ عام كل الناس عم تنكأ الجراح. نحن المشكلة بلبنان يعني واحد بياخد موقف كل التانيين بيهجموا عليه ويعيب الشوم عليك وصفتك ونعتك ومدري شو، تاني يوم بيرجعوا بيعملوا نفس الشيء هن ذاتهم. ما في مبادئ يمكن بيحكوا بالحاضر، بس هالعودة إلى الماضي كله عم بيرجع. يعني استحضار الماضي، حوادث الماضي يعني و13 تشرين يعني هلا نعطي مثل هلا ما حكي على موضوع اللي له علاقة بالعماد ميشيل عون وحرب التحرير وإلى ما هنالك وحروب الإلغاء وإلى ما كل الناس عم تعملها. يعني هي موضوع مادي الناس عم بتشيلها لحتى تستعملها بخطابها السياسي لتكسب فيه شعبية. حق للناس تستعمل هذا الموضوع لتكسب شعبية، بس أنا بعتقد البلد تعب، ما بقى يحمل نشد بلبنان كل واحد من ميلة ونخزقه. في لازم حدا يطلع يخش يقول أنا أم الصبي. بس هذا اتهام خطير لأ له، يعني لا بالعكس إنه وكأنه عم يستغل دم بيو يعني في سبيل مكاسب سياسية. الأستاذ ميشيل أكبر من هيك، أنا منو عم بقول إنه هو عم يستغل دم بيو، ولكن الملاحظ إنه في نوع من الخطاب السياسي اللي كل الناس عم تواجه بعضها فيه. بيصير واحد بيشيل أرجومنت من هون حجي من هون والتاني مقابله حجي من هون لحتى الناس تقدر تكسب الرأي العام. ولكن مثل ما تفضل وقال هو وصل للخلاصة اللي هي أنا وافق 100% عليها، أنه نحن لازم نحكي مع الرأي العام بالمستقبل ما بقى نحكي بالماضي. مع العلم أستاذ حسان مع الشيء أنه لابد من التوضيح على بعض الأمور اللي قلتها بالنسبة لاغتيال غني معوض. بداية أستاذ حسان، لأنه هيدي النقطة سمعتها مش بس عن لسانك بس دايما بسمعها على واقع لسان يعني قوى سياسية حليفة لك، ولابد من توضيحها.
بداية سنة 1989 وقتها تم اغتيال غني معوض، وباللحظة اللي تم فيها اغتيال غني معوض أكيد أصبع الاتهام بأول لحظة ما كان واضح. ليش؟ لأنه كان في أكثر من قوة كانت معارضة لانتخاب غني معوض، وأكثر من قوة كانت معارضة لاتفاق الطائف. عملياً كان في وجهتين نظر، كان في وجهة نظر آنذاك، إذا بدنا نرجع شوي وبسرعة بس لابد من الجواب على اللي عم تقوله، كان في وجهة نظر بتقول أنه كان في قوى إقليمية معارضة لاتفاق الطائف، منها إيران، منها العراق، ومنها وقت منظمة التحرير الفلسطينية، هاي من جهة، وكلها كان عندها قدرة على واقع الاغتيال وحلفاء بالداخل. وكان في وجهة نظر بتقول أنه اتفاق الطائف اللي كان النظام السوري شريك فيه بمفهومه اللبناني حاول يعمل انقلاب عليه من الداخل مش من الخارج. فإذا كان في قوتين. بطبيعة الحال استاذ حسان، بأول مرحلة وقت تم اغتيال غني معوض نحن اتجهنا طبيعيا كعائلة سياسية يعني كعائلة لرئيس معوض باتجاه الخيار الأول، ولكن مع الوقت ومع منع التحقيق بعملية اغتيال غني معوض وحكينا فيها أكثر من مرة ما بدي أرجع لألا، بلش يتشكل القناعة، ومع الوقت طبعا بلش اتجه ما حقول معلومات ولكن حقول مؤشرات، وبالأخص منع التحقيق اللي بعد اغتيال غني معوض من كان ماسك الساحة النظام السوري. بدي أذكرك بأكثر من مواقف أخذتها نايلة معوض لأنه هي كانت بوقتها هي مستلمة الواقع السياسي. بذكرك بالذكرى السادسة وبالذكرى السابعة وبالذكرى الثامنة للرئيس معوض وقتها يعني حكيت بضرورة باغتيال طائف غني معوض وبضرورة تصحيح العلاقات اللبنانية السورية انطلاقا من الشمال، بوقت بعد ما كان في أغنى شهوان، بوقت كانت يمكن القوة السياسية الوحيدة من الداخل. طبعا كان في الدكتور جعجع بالاعتقال، كان في العماد عون بالمنفى. من بين القوى السياسية اللي كانوا بداخل المجلس النيابي كان معروف أن الموقف اللي أخذته نايلة معوض انطلاقا من الشمال كان الأكثر تقدما، وهذا اللي أدى تدريجيا إلى التطويق اللي نحن تعرضنا له والوصول إلى عملية الخيانة وقت صاروا يقولوا عن نايلة معوض جولدا مير وحاولوا يمنعوها أنه تطلع إلى الشمال. فمن باب بس التصحيح التاريخي بعرفك موضوعي وببرنامج موضوعي. النقطة الثانية اللي بدي أقولها أنه أنا ما عم بحكي هذا الكلام، أنا يعني أكيد غني معوض كان شهيد لبنان وكل اللبنانيين، كان شهيد الشرعية والدولة ومفهوم السيادة للعلاقات اللبنانية السورية. أنا برأيي أنه المشكلة مش إذا عم نقول بمين اغتال غني معوض، المشكلة بهذا الاغتيال، المشكلة أنه هذا النظام السوري ما قدر يحمل غني معوض، يعني ما قدر يحمل، مش بس ما قدر يحمل أخصامه، ما قدر يحمل من أراد أنه يبني علاقات وطيدة وندية انطلاقا من قناعته بالعلاقات اللبنانية السورية. وأنت مزبوط الكلام اللي عم تحكيه بهذا الموضوع، ما قدروا يحملوا مفهوم فؤاد شهاب مع عبد الناصر للعلاقات اللبنانية السورية، يعني مفهوم الخيمة نحن ملتزمين بالقضية بنص العربية. وطبعا هيدا الترجم فيما بعد بأنه مش بس ما قدروا حملوا غني معوض، ما قدروا حملوا رفيق الحريري. هلأ هيدي القصة مبنى يعني بطبيعة الحال أصدرت الأحكام وطلعت النتائج القضائية ما أنا بتمنى، أنا كنت تمنيت يا أستاذ حسان أنه يعطونا الفرصة أنه يكون في نتائج قضائية. ما المشكلة اللي عم نعاني منها أنه ولا مسموح منا، يعني مسموح باغتيالنا ولا مسموح أنه نحكي لأنه منكون نحن عم نضرب شهدائنا أو عم نستغل دمائهم، ولا مسموح أنه نروح على القضاء لأنه وقت ما نروح على القضاء اللبناني وهيدي حالة غني معوض رئيس جمهورية لبنان اللي أنت عم تفضل تقول أنه استشهد من أجل لبنان وكل اللبنانيين، ولا مسموح لنا نروح على القضاء لأنه كان ممنوع التحقيق، ولا مسموح نروح على محكمة دولية. وبدي ذكرك أنه المحكمة الدولية اتهمت أنتوا كأربعتاش أدار حكمتوا كذا سنة يعني، وكانت حتى وزارة العدل معكم. أنا. بالتالي انه لا يعني دائما نتحجج انه استاذ وليد ما في مسار قضائي. طيب وقف هذا المسار، ما كان ممكن اعاده احيائه استاذ وليد؟ انت بتعرف تماما انه بموضوع التحقيق باي اغتيال او باي عمليه حتى سرقه مش بس اغتيال، انت بتعرف تماما انه 90% من الادله هي بلحظه الاغتيال، ما فيك ترجع تخلق ادله 20 سنه بعد الاغتيال. ومن ذلك نحن بقضايا الاغتيالات اللي صار ما بعد 2005 اتجهنا كلنا باتجاه المحكمه الدوليه بما فيهم حزب الله، بذكرك على طاوله الحوار ودعم الشامل للمحكمه الدوليه. بس المشكله هي الاتيه، نحن مع المحكمه الدوليه على شرط انه ما تتهم طرف
حليف أو بعض أعضاء حتى ولو قياديين فينا؟ أستاذ حسن أنتوا أنا عقبي وجهة نظره هلأ بتشوف هلأ بتشوف فيها تهديد هلأ بتشوف إذا أنا عقبي حقيقة أنا خوفي يعني يعني الناس اللي بتتعاطى السياسي بلبنان بشكل عام أنه بيبدلوا خطابهم السياسي وقناعاتهم حسب مصالحهم الانتخابية والسياسية حسب المراحل يعني نحن بال92 وال96 كنا على تحالف انتخابي وعلى لوائح واحدة بالشمال نحن والست نيلة وحتى وقتها كانت الست نيلة خارج اللوائح كان في توصية فيها من السوريين ونحن بنعرف واني اصلا هذا الموضوع نحن كحزب بنعرفه كان ينحكى معنا فيه انه السوريين كانوا يتوصوا فيها مش هيك عملتوا العكس مش هيك انطلاقا من استقلاليه قراركم تجاه ال نحن اثبتنا بعده القياده السوريه اول شيء نحن اثبتنا بعده مراحل عندنا استقلاليه انا سمعت لك بدك تسمع لي اسمح لي انا بعد ما كفيت فكرتي معلش استقلاليه القرار نحن اثبتناها بعده محلات واذا بدك احكي فيها خالد ظاهر وقت كان السوريين بدهم ينشحوه وعملوا انتخابات فرعية كرماله وخصوصي لإله وطلبوا السوريين خالد الظاهر نحن ما صوتنا لخالد الظاهر وعنا استقلاليتنا ونحن يعني بهذا الموضوع في أمور مشهود لإلنا فيها بس بغض النظر خلينا نترك موضوع اللوائح خلينا نترك اللبنانيين كل مين بيشتغل سياسي بلبنان عم نحكي سياسي تقليدية بشكل عام يعني حسب مصالحه الانتخابية والسياسية ببدل مواقفه واللي صار أنا بعتقد أنه يعني بيت ست نيلة والرئيس معوض الشهيد ريني معوض صار في عليهم نوع من التضييق السياسي بيعتبروا من ضمن الدعم اللي انعطى للوزير سليمان فرنجي هيك هني قدروا وبناء عليه اعتبروا أنه هيدا الشيء موجه ضدهم صغرتويا وبناء عليه صار في تغيير ببعض المواقف علما يعني انه يعني منه بناء على تغير المعطيات انا هيدا تحليلي للموضوع ومثل ما قال متركه للراي العام هو بيقدر بهذا الموضوع انا طبعا بحترم راي الاستاذ حسان وبحترم استقلاليته السياسيه لا انا ماني مستقل انا عضو بحزب بالمواضيع الامنيه والسياسيه تجاه النظام السوري وبس للتذكير يا استاذ حسان انه ايه ب92 كنا حلفاء لانه ب92 كانت المعركة السياسية عم تنخاض مع أو ضد اتفاق الطائف وبدي ذكرك أنه بال96 وأنت بتعرف تماماً لأنك ابن الكورة كان بقلب الليحة الوحدة كان في وجهتين نظر وواحدة منها كان مطلوب رأس وقتها سليم سعادة بالشخصي انطلاقاً من يعني طلعت ست نيلة أولى بالكورة بال96 كان مزبوط. مطلوب كان مطلوب رأس سليم سعادة خليني أكمل أستاذ حسان كان مطلوب رأس سليم سعادة بالشخصي انطلاقا من حسابات حزبية وبطبيعة الحال كنا نحن وسليم سعادة بالواقع بقلب التركيبة يعني حلفاء وبوقتها سقط سليم سعادة انطلاقا مش من واقع الشخصي انطلاقا من حسابات حزبية كان مطلوب من القيادة الصغيرة تطيرها ولكن كلنا بنعرف هذا الموضوع بس أنا بدي أسألك سؤال بدي أسألك أنا ليش سقط سليم سعادة بال96 أنا بدي أسألك لأنه كان في قيادة بالحزب القومي تريد تعمل انقلاب من الداخل ولكن بدون ما هذا أنا بدي أسألك سؤال يا أستاذ حسان لو ما وقفنا إلى معوض بال96 وبال97 وبال98 كان انطلاقا من حسابات تقليدية أنا برأيي كانت نيلة معوض ساعتها عم تروح على انتحار سياسي لأنه بال97 أخذ موقف بوجه النظام السوري ومطالبة باتفاق بتصحيح اتفاق الطائف وبتصحيح العلاقات اللبنانية السورية انطلاقا من الشمال كان بال97 انتحار أنت بتعرف تماما هذا الموضوع ما حدا كان في يتوقع بالسياسة التغيرات اللي صارت إذا عم بنطلق من حسابات ربح وخسارة إلا اللي كان يحكي ضد السوريين على لأنه نسق معهم من وراء يعني مثلا وقتها الوزير بطرس حرب بياخد 100,000 صوت بانتخابات ال96 وبيخرق كل اللوائح وعامل لائحة كانت ماينيوت صغيرة نجح من خلالها وكان العقيد خليل صغيبي ضابط المخابرات السورية عم بيتصل بالناس ويطلب منها بطرس حرب يعني بعتقد أنه هذا نموذج وما بدي أقول أنه نفس الشيء صار مع الست نيلة تفضل اللي كيف صار نفس الشيء مع الست نيلة أنا مش عم بقول أنا مش عم قلت نفس الشيء صار بس في أشياء كمان يعني شبيهة يعني عم تلمح لهذا الموضوع إيه صحيح. يا أستاذ حسن أنت بتعرف في علاقة كانت وبرجع أسألك يا أستاذ حسن طالما السوريين كانوا مع ست نيلة ليه الحزب القومي السوري منتخب ست نيلة بس انتخابات الألفين بسنة الستة وتسعين الحزب ما كان على فرد لايحة يا أستاذ حسن بسنة الستة وتسعين عطينا نحن كل قوتنا لأنه كنا على نفس اللايحة
بال2000 ما كنا على نفس اللائحة. فبالتالي وقت بكون انا وياك على لائحة بعطيك، ما بكون انا وياك على لائحة. طبعا على كل حال انت كنت عطيتني لو انا يعني مرشح. استاذ حسن، ما انت عم تقول، بس عم جاوبك مش من منطلق اللوائح، عم جاوبك انطلاقا، وفينا نقضيها ساعتين، عم جاوبك انطلاقا من انه انت عم تقول انه انعطيت اعاز بدعمنا لمعوض. عم بقول لك انا عم خلي اللبنانيين يحكموا، مش انا انعطيت مدى استقلاليتك واستقلاليه قيادتك كحزب، عم بحكيك من امكانيه يعني مواجهه الاعازات. بخلي اللبنانيين يغلقوا هذا الموضوع. طبعا يعني انا بتمنى نضيع الراي العام، بس هو كان في 96 وفي 2000. على كل حال ما بدنا نستغرق، يعني 96 كنا حلفاء، بال2000 ما كنا حلفاء. بس السوريين كانوا عم يطلبوا من الناس ينتخبوا ستنا لك بال2000، وهذا فيك تساله للناس بالشمال. ايه طبعا فينا اساله للناس، وانا في ناس تم الاتصال فيه وسالوني، عم بيتصل فينا ضباط المخابرات عم بيطلبوا منا الستنا لك. والله وهذا ناس. وكيف الترجمات مثلا بالمناطق العلويه، او كيف الترجمات ببعض مناطق النفوذ السوري، كيف الترجمات عند الحزب القومي، كيف الترجمات بمنع الجماعه الاسلاميه بوقتها بتركيبه انه يدخلوا عليها، كيف الترجمات بضغط على رفيق الحريري انه يسحب سمير الجسر من اللائحه اللي انت كنت فيها سنه 2000 تيقدروا يعملوا تحالف زغرتاوي، كيف الترجمات بالضغط على محمد الصفدي وموريس فاضل وغيرهم بمنعهم. هيدا ابداع السوريين هون. هيدا الابداع. عم بيركبوا اللوائح وبيعطوا الاصوات. ما بتعرفوا، ما بدنا نضلنا نستغرق بالحديث عن الماضي، يمكن كل واحد عنده مؤرقته لهالموضوع، على الاقل يمكن فينا نبحث بشؤون الحاضر. تفضل. وشؤون الحاضر بدنا نبداها من موضوع الطائرة، هذه الطائرة التي التي أثارت ما أثارت من ضجة. اليوم بيكتب الاستشهاد أيوب في جريدة الديار: لا يشعر بأي عار كل واحد في 14 أذار عندما تحلق الطائرات الإسرائيلية فوق الأجواء اللبنانية. ولماذا لا يشعر؟ لأنه من دون أخلاق، ولأنه عميل إسرائيلي غير معلن، ولأن شعوره شعور لا عربي ولا قومي. هل صحيح هذا الكلام؟ يعني قامت قيامة 14 أذار على موضوع الطائرة، طائرة حزب الله، بينما على موضوع الطيران الإسرائيلي المحلق في الأجواء اللبنانية لا نرى ولا نشاهد ولا نسمع أي ردة فعل. بواقع الطيران الإسرائيلي اللي عم بيحلق فوق لبنان أستاذ وليد، أكثر من مرة القوى السياسية ب 14 أذار وب 8 أذار استنكرت هذا الموضوع، وهيدا اعتراف من 14 أذار. أنا بطلع لك 10. جيب لي واحد آخر سنتين. ما بتوافق استشهاد إنه لا أنا ما بوافق على الأسلوب. بس المضمون صحيح. استاذ حسن لا اسمح لي. جيب لنا شي بيان لحركة الاستقلال بهذا الموضوع. استاذ وليد بالحلقة الجاية بدي أتمنى عليك، بس تما نفوت بهذا الموضوع حأبعت لك البيان، وبتمنى عليك تقريب يعني مقدمة نشرتك. منيح هيك؟ بيكون مثلا شي بيان من شي 2000 مثلا. حبيبي هلا استاذ حسن. لا بس اذا في بيان منيح، ما انت بدك بيان. انت هذه ورقتين استاذ حسن. انت هذا مش بيان. لا لا استاذ حسن معلش اسمح لي، انت طلبت مني بيان عم جاوبك بيان. هلا تراجعك التكتيكي منيح وبنحترمه عن هذا الموضوع. فاذا خلينا نكمل. بالك جايب. خلينا نكمل. فاذا نحن في اختراق إسرائيلي للأجواء اللبنانية. نعم. وطبعا هذا اختراق للقرار 1701، وهذا اختراق للسيادة اللبنانية، وما حدا عم بيناقش على هذا الموضوع. سؤال المطروح هو إشكالية كيفية الرد على هذا الاختراق، ومن يتحمل مسؤولية الرد، ومن وراها في إشكالية أوسع. هل هو سلاح حزب الله ومهمة هذا السلاح؟ نحكي بالسلاح. لا ما هي مرتبطة. بس هلأ عم نسأل سؤال محدد. ما هي مرتبطة ببعض. هل بتشوف بيانات وأدبيات 14 أذار بالنسبة إلى تحليق الطيران الإسرائيلي بأدب ردة الفعل التي أثيرت حول موضوع الطائرات؟ حفسر لك ليش. لأنه ردة الفعل يا أستاذ وليد جاية من منطلق واحد وواضح. نحن عم نجي نقول استراتيجية دفاعية ومسؤولية تحرير لبنان والدفاع عنه هو مسؤولية الدولة اللبنانية. نحن ما فينا نقبل أنه أي حزب مين ما كان يكون، وقد ما تكون القضية محقة، يحتكر هذا القرار ويجر لبنان على قرار أو على واقع بميزان قوة معين. نحن كلنا بنتحمل مسؤوليته. القرار اللي عم بياخده حزب الله يمكن يجر لبنان على حرب، وأصلاً هذا القرار منه جاي بتوقيت لبنان. ومشان هيك رجعت على لك إلى موضوع السلاح. نحن مشكلتنا مع هالسلاح له شقين يا أستاذ وليد، ومع هذا التصرف. الشق الأول متعلق بمنطق المقاومة. هل هذا المنطق له بعد محض لبناني؟ يعني هل مهمة هذا السلاح هو سلاح تحريري للبنان؟
أو مهمة هذا السلاح طبعاً عم بيتغير مع الواقع. ابتدى بالثمانينات بعنوان تحرير فلسطين، بالتسعينات صار عنوانه تحرير لبنان، وقت خلصنا من التحرير صار عنوانه الدفاع عن لبنان، وقت خلصنا من الدفاع صار عنوانه الدفاع عن المياه وبعدين عن الثروة النفطية، بعدين انتقل صار عنوانه السلاح دفاعا عن السلاح، وصارت إسرائيل ببيروت وبالجبل وبالشويفات، ورجع انتقل صار عنوان الجهاد بسوريا أو الدفاع عن المناطق السورية بسوريا. فإذا نحن اللي عم نجي نقوله طبعا، وعنوانه الحقيقي اللي عم بينقال على لسان الإيرانيين، أنه والله إذا إسرائيل بدها تقرب على إيران في حزب الله يجاوب أو حزب الله حيجاوب عليها، وهناك وجود للباسداران الإيراني في، يعني برأيك لسان إيرانية. فإذا انطلاقا من هون أنا ما بقبل أيمين القيامة مش على الطائرة بحد ذاتها، نحن أيمين القيامة على أنه في رسالة إيرانية أو رسائل الإيرانية اللي عم تنطلق تجاه إسرائيل عم تمغوا عبر لبنان وعلى حساب لبنان. استاذ حسن بهالموضوع يعني كمان لافت بهاليومين أنه أول شيء تصريح رئيس الحرس الثوري الإيراني، اثنين كمان تصريح وزير الدفاع الإيراني يلي قال أنه طائرة أيوب تظهر مستوى القدرات العسكرية لطهران، وحزب الله قام بعمل عظيم وقدرات إيران عالية جدا وهي في خدمة الدول الإسلامية. بالتالي هذا الكلام ما بيدل على أنه الهدف هو إيراني بحت ولو بأدوات لبنانية. أستاذ وليد أنا بعتقد أنه من السذاجة الاعتقاد وأنه هلأ القصة بلبنان هي صراع 8 و14. نحن في صراع دولي إقليمي بياخد أبعاد بلبنان وبياخد أبعاد بالشام وبياخد أبعاد غير محلات. من محاولة أنه نحن نجي نقرش الموضوع أنه حزب الله بعد طيارة وهني عم بيردوا بس على أنه حريصين على لبنان، ما إذا هو حريص على لبنان إذا راحت هاي الطيارة واجب الحرس انه ما ياخذ مواقف تخلي الاسرائيلي يعتبرها دعوه للهجوم على لبنان اذا هو عن جد حريص. ما بيجي بيكشف لبنان وبيجي بيخلي نص لبنان او يعني من دون ما نفوت بالنسب عم بيحكي ضد اللي صار، مثل كانه عم بيقول للاسرائيلي نحن مش موافقين تعرف ايش خلقك فيه. يعني برايك عم يستدرج الاسرائيلي؟ انا استاذ حسان، انا استاذ حسان، استاذ حسان انا ما بحاكم نوايا، انا بقول في خطاب سياسي هيدا ممكن تكون احد نتائجه. انا عم بقوله انه هاي الطائره، انا برايي استاذ وليد بهيدي النقطه بالذات ولو بالنظام ولو بالنظام انا بالنظام هيدي بالنظام لانه هيدي نقطه بصير بعملها نقطه اساسيه عملها مالك انت هذا بدك خد حقيقتك خليني بس اكفي اللي الفكرة. عم يكشف بالنظام 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 بدك تعطي الضوء. خلينا نشوف رده على هالموضوع لانه كتير دقيق اللي طرحته. لا لا يعني استاذ حسان في شغله عم بنساها، لو حزب الله تصرف كمقاومة لبنانية انطلاقا من حسابات لبنانية كان ما حقلك في إجماع حواليه، كان يمكن مدى الإجماع حواليه أكبر من ما هو اليوم. طب في سؤال بده ينطرح، اللي كشف الساحة الداخلية هل هو هلأ الموقف اللي عم ناخده من الطيارة أو استعمال السلاح، واللي كان وقتها يعني الحزب القومي شريك فيه بسبعة أيار بالداخل اللبناني بطريقة جديدة وببيروت هو اللي كشف الوضع اللبناني؟ الحزب القومي بطريقه جديده انحرق مكتبه قبل استاذ حسان قبل سبعة ايار عم نحكي وكحتوا الشباب وكانوا قتلوهم. عم نحكي بسبعة ايار عم بقول لك قبل ما كان في سبعة ايار حرقوا لنا المكتب وكحتوا الشباب من المكتب ماشي. ما في شيء كان الشباب قاعدين بالمكتب صار في سبعة ايار لكن تكرم عينك بالحمرة في 17 سبعة ايار قبل سبعة ايار بالحمرة حرام يعني كنتوا مظلومين يا استاذ حسان اكيد كنا مظلومين. بتعرف شو صار؟ ما انت ذكرت الطريق الجديده لازم تعرف شو صار بطريقة جديدة. حرقوا المكتب وكانوا قتلوا الشباب اللي بالمركز. نحن أي عمل عنف مثل ما رجعوا عملوا بعدين مع شاكر البرجاوي وبيقولوا لنا أنه هني منو مسلحين ومنو استعمال منو. استعمال استعمال السلاح بالداخل في مشكلتين بهذا الموضوع دائما بنحب نكبرها انطلاقا من يعني رفض الواقع كما هو. الواقع كما هو هو الآتي، اليوم حزب الله حزب مسلح، هذه بالنظام صارت اليوم حزب الله جديدة. اليوم حزب الله حزب مسلح، هيدا السلاح أول سؤال بدنا نسأله شو مهمته؟ اثنين مين بيقرر الدفاع عن البلد؟ ثلاثة انكشاف الحالة الداخلية وقت هيدا السلاح يتحول إلى سلاح بقرار إيراني في لبنان على الجبهة الإسرائيلية من جهة، وهيدا السلاح يتحول إلى سلاح في وجه العيش المشترك والصيغة اللبنانية والنظام الديمقراطي في الداخل. بطبيعة الحال لم يعد هذا السلاح
ساعتها بيتحول الى سلاح ميليشياوي مثل بالثمانينات اي ميليشيا من الميليشيات. فانا برايي اللي استعمل هذا السلاح وطريقه الاستعمال والاهداف هو اللي عم يكشف الساحه الداخليه. استاذ حسن، اول شيء يعني انا ماني جاي محامي دفاع عن حزب الله، اسم الله عندهم عشرات النواب والوزراء وهن قادرين يدافعوا عن حالهم، ولكن بالتحليل السياسي اول شيء المقاومه هن شباب لبنانيين منهم ايرانيين، وهن ناس معروفين من البقاع والجنوب ولهم اسماء ولهم بيوت، وهول ناس عم بيدافعوا عن ارضهم وعندهم هدف وقضيه، منهم الناس مستوردين من ايران، وما بيجوز تسخيف هذا الموضوع بهالطريقه. تاني شيء بموضوع الطياره، مازال اليونيفل قال انه ما صار في خرق، عشو عطلانين هم ولا شو ملكيين اكثر من الملك؟ اليونيفل قال ما في خرق صار. هلا اذا السيد حسن طلع وقال تبنى الموضوع، يمكن بعتها من طياره بعرض البحر. هذا الموضوع نحن في شيء خرق تكنولوجي صار لازم نكون فخورين فيه، صار على ايادي مجموعه من الشباب اللبنانيين المقاومين. هذا اذا اليونيفل قال له انه ما رصدوا الطياره، يعني ما صار. لا بس اعترف السيد حسن وصل، بس ما قال من وين بعتها. هذا يمكن يكون من اي محل بس ما في خرق، انت بهمك الشق القانوني اللي بيحمي لبنان مش هيك؟ فبالتالي عمليا نحن اليوم عم نجي نهاجم المقاومه واللي عملته من دون سبب، بس لانه نحن سجلنا خرق. وليش يعني هو هالكلام دائما التخوين انه مش لبنانيه وايرانيه ومدري شو؟ طيب لا وما عم بيقول عن الاشخاص كاشخاص النظر، او انه هذا حزب سياسته ايرانيه الاستراتيجيه عم بيقول، ونحن نظام امني لبناني سوري وهذا التخوين والتخوين، واتفقنا انه ما بدنا نفوت بهذا الموضوع. ما هلا اذا بيقول لي هيك برجع بيجي بعمل له عرض، بفوت له على السفارات واللي بدك اياه، وكيف المقاومه بلبنان اذا ما بدي ارجع لقبل التسعين، وقتها كانت المقاومه بين التسعين والألفين في فريق طويل عريض من السياسيين بلبنان كانوا يقولوا لا المقاومه ما لها جدوى، لازم نقاوم دبلوماسيا. وهيدي احزاب وقت صار التحرير نزلوا على الدبكة معنا بالتحرير وقت صار التحرير، ونحن مبسوطين ما نزعلانين، وكمان هن زيتهم دبكوا لتجديد البيعة للرئيس الأسد، وبعدين دبكوا لفلتمن، هن زيتهم نفس الناس ما بيتغيروا الشباب. بس إذا كان نحن من التسعين للألفين كانوا عم بيقولوا أنه ما بيصير التحرير إلا دبلوماسيا، صار التحرير بالمقاومة. بعد الألفين انتقلوا لموقع تاني، صار وتصار التحرير بالمقاومة، كأنه إذا صار التحرير انتهى الخطر الإسرائيلي، كأنه إسرائيل بطلت دولة عدوة. ونحن بنعرف أنه إسرائيل في نحن بيننا وبينها عشرات من الإشكاليات، بس عم ينحكى اليوم عن هالثنائية بالأرض، يعني حتى رئيس الجمهورية عم ينتقد هذا الأمر، يعني عم بيقول أنه بالنتيجة بده حدا يكون هو صاحب القرار فيما يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية. رئيس الجمهورية هو أول شيء رئيس الجمهورية في حكومة، حكومة هي داعمة للمقاومة، هي ذاكرة ببيان الوزارة الجيش الثلاثية المشهورة. فبالتالي لا، رئيس الجمهورية عم بياخد مواقف إلى علاقة بكيفية، عم بيرسم رود ماب للمستقبل، بس مش عم بيحكي اليوم شو بده يصير، وبالمستقبل كله خاضع للنقاش، ومشان هيك في حوار. فبالتالي نحن كل فترة بدنا نستعمل لغة التخوين، وإنه لا وبنكشف المقاومة وبنجي بنستدعي التدخل الخارجي، ونحن بنعرف بكل المحلات انه اي كلام من هيدا النوع عن سوء نيه او عن حسن نيه معروف مين بيخدم. طيب انا ما بدي اجي خونه، ولا بدي اقول له، لانه مثل ما هو عم بخون الطرف الثاني عم بقول له لا انت وطني ولبناني، وما انا ما بزيدك لبنانيه ولا فشخه، ولكن ما تخونني ولا تخون ناس الى راي ثاني، خلينا نجي نقول. بس هو شايف انه مصلحه لبنان عم تتعرض. انا شايف مصلحه لبنان انه يكون عنده قدره دفاعيه عسكريه بتخلق توازن رعب، بتمنع الاسرائيلي انه يعتدي، انا هيدا رايي. بس القرار بيد من؟ القرار هيدا في شيء بين وقت بده يصير هجوم عليك، يعني اذا بدك تيجي تحط القرار عند الجيش، فبالتالي انت عم بتقول انه الجيش بيتحمل المسؤوليه، فبالتالي عم بتعرض كل لبنان للاعتداء اذا كان القرار عند الجيش، وانا ما بقول انه القرار ما لازم يكون شريك فيه الجيش، ولكن انت القرار وقت صار عند الجيش صار الجيش الشريك صار معرض للضرب، والمقاومه معروفه انها جريلا فايت، ما في شيء انه مجموعه فاتوا على ضيعه بدهم يروحوا يتصلوا بمسؤول المنطقه، ومسؤول المنطقه يتصل مدري مين ليتصل لوزاره الدفاع لقرار سياسي لحكومه نخبز بالفراح. بس من باب التوضيح لانه عم بيقولني الاستاذ حسن شيء ما انا ما قلته. بدايه انا قلت شغلتين، قلت إدارة الصراع مع إسرائيل يجب أن يكون إدارة مركزية
تحت يد الدولة اللبنانية وإدارة لبنانية مش إدارة إيرانية. أنا مش عم خون حدا، هذا كلام لمحمد علي جعفري بيقول إن عددا من يعني القائد الأعلى للباستغان، إن عددا من عناصر فيلق القدس موجودون في سوريا ولبنان. بدي كمل، هذا كلام ليحيى رحيم صفوي. صدر توضيح بهذا الموضوع. هذا كلام ليحيى رحيم صفوي. بعض الضجة. إن التهديدات. ليش بنذكر هي وما بنذكر هي؟ 15/9 بعدها بيومين يعني. كلام ليحيى رحيم صفوي اللي هو المستشار العسكري لمرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيقول إن التهديدات العسكرية الإسرائيلية وضعت المواطن الإسرائيلي على خطوة واحدة من القبر، وإن حزب الله اللبناني مستعد للغد. فإذا الإشكالية هي الآتية: أولا نحن ما عم نقول أن مقاتلين حزب الله من المقاتلين اللبنانيين، ولا عم نقول كل واحد عم يدافع عن أرضه هو خاين. هذا كلام عم بيقولنا إياه، أنا ما قلته. أنا قلت يعني منيح كمان خطة تراجعية تكتيكية جيدة. لا أنا ما قلته يا أستاذ حسان. يلا بتمنى تتعلموا من بعض. تاخد التسجيل ونرجع نشوف أنا هذا الكلام ما قلته. أنا اللي قلته وأنا بتحمل مسؤولية اللي بقوله، أنه أنا عندي مشكلتين مع حزب الله. المشكلة الأولى هي بإدارة الصراع مع إسرائيل. هيدي الإدارة أولاً مش مسؤولية حزب لوحده، لازم تكون مسؤولية كل اللبنانيين، وثانياً لازم تكون هيدي المسؤولية بإدارة لبنانية مش بإدارة إيرانية. هاي واحدة. اثنين، المشكلة الثانية أنه هذا السلاح ما عاد فقط سلاح مقاوم، هذا السلاح صار كمان سلاح عم بيقاوم حرية الرأي وعم بيقاوم الديمقراطية وعم بيسقط حكومات بالقمصان السود وعم يحتل بيروت وإلى آخره من أمور، وعم بيساهم بعملية الفساد بداخل اللبناني وإلى آخره من أمور. فإذا يا أستاذ حسان كلامي كتير واضح، بتمنى أنه ينقال مثل ما هو. كلامي هو أنه مشكلة هيدا السلاح أنه كل يوم له عنوان، وهلأ الأخطر بكتير من هيك أصبح هذا السلاح يعني سلاح جهادي لتحرير سوريا من ما يسمى بالإرهابيين، يعني من الشعب السوري. طيب بعدين وصلنا لهون، خلينا قبل نشوف ما نوصل لهون بالنظام. إيه رح أرجع أعطيك حق الكلام، بس ما دام حكي عن العمليات داخل سوريا رح نشوف هلأ تقرير حول هذا الموضوع. ماذا يحصل عند الحدود اللبنانية السورية؟ هل انقسمت بين مناطق مؤيدة للجيش السوري الحر كما في عرسال وجرود عكار، وأخرى مؤيدة للنظام كما في الهرمل؟ وفي ظل هذا الانقسام أي مصير ينتظر اللبنانيين في الكرة السورية؟ أتى مقتل محمد حسين الحاج نصيف المعروف بأبي عباس ليحول الهمسة حول تدخل حزب الله في الأزمة السورية صرخة تنتقد هذا التدخل. هل أصبحت مدينة القصير عندك يا سيد حسن هي الجنوب لترسل المقاتلين ومنهم أبو العباس الذي قلت عنه أنه استشهد بأعمال قتال جهادية في القصير، هو وسبعة أشخاص وهم علي حسن ناصيف شمس، زين العابدين، مصطفى، جعفر علي الموسوي، علي حسين الخشن من بلدة سحمر، وحسين عبد الغني النمر من بعلبك، وعلي مصطفى علاء الدين أيضا من سحمر. هدول كانوا برفقة رئيس مفرزة الأمن العسكري العقيد سليم عطية وقتلوا جميعا معه. بين القصير والهرمل تاريخ عائلي طويل يروي قياديو الجيش الحر الذين يؤكدون أن تلك البلدة السورية التي رفعت صور السيد حسن نصر الله في تموز 2006 تتعرض حاليا لقصف من قبل عناصره. بجيبوا جودة الأسامي نفس العيال موجودين هون، هن اصلا منطقه وحده. بعدين مثل ما اجى سايكس بيكو قسم العالم العربي كله، كمان قسم لبنان وسوريا وعمل هذا الحدود بهالطريقه. وكان يوجد صور للسيد حسن في بيوت اهالي القصير اكثر من صور بشار الاسد. ما هي حقيقه هذه الاتهامات؟ في حوالي 500 مقاتل من حزب الله بحوزتهم كافه انواع السلاح، حتى عم يضربونا براجمات الصواريخ من جبال لبنان الغربية باتجاه الهرمل، من بيت جعفر هنيك، في عائل بيت جعفر هنيك، إن اللي يعني عم بقصفوا بالراجمات باتجاه القصير وريفة. حزب الله يرفض التعليق، وتجيب مصادره الملج التواصل مع الإعلام
يرجى الاكتفاء بالمواقف المعلنة للأمين العام السيد حسن نصر الله حيال الأزمة السورية. حتى هذه اللحظة لم نقاتل إلى جانب النظام. بعض شباب هذه العائلات اللبنانية في هذه البلدات السورية الحدودية، نعم في عدد كبير منهم أعضاء في حزب الله، هود الناس بقيوا بيوتهم. شو اللي حصل؟ أن الجماعات المسلحة اعتدت عليهم وهاجمتهم، هم أخذوا قرار يبقوا ويدافعوا عن أنفسهم. هل حماية اللبنانيين داخل سوريا هي مسؤولية الدولة اللبنانية أم حزب الله أم النظام السوري والجيش السوري الحر؟ وكيف يمكن تفسير سقوط القتلى في صفوفهم كما حصل في بلدة ربلة؟ ما هو مصيرهم؟ انتظار الموت أم الهجرة؟ وهل ما تم كشفه عن دور حزب الله في الحوادث السورية يساعد في حمايتهم أم يعرضهم أكثر للخطر ليصبحوا ضحية صراع لا دخل لهم فيه؟ وهل هذا التدخل يشكل عنواناً جديداً من عناوين انتقال الفتنة إلى لبنان؟ أستاذ حسان، بتصور أنه هذا التقرير طرح كثير من المواضيع وخصوصاً بالنسبة إلى الاتهامات التي سيقت، أيضاً الرد لحزب الله وما قاله السيد حسن نصر الله. من هيك رح ناخذ فاصل إعلاني ثم نتابع معك هذا الحوار. أستاذ حسان، بكل صراحة السيد حسن نصر الله مثل ما سمعنا لم نقاتل حتى الآن إلى جانب النظام السوري ولا أحد يعرف بشأن المستقبل، هل برأيك يعني هالخطاب يطمئن إلى المستقبل؟ أول شيء بالنظام أنا بدي أرجع فشخة لورا وبدي هيك استأذنك بشوية وقت لأنه شايف أنه الوقت مش موزع بطريقة عادلة وبعرفك عادل. الله يخليك. أول شيء هذا هجوم تكتيكي وعنده دفاع تكتيكي استباقي. لا شاطر، بيعرف يرجع تكتيكيا وبيعرف يهجم تكتيكيا. هلا خلص التراجع، هلا عم يهجم. يلا أول شيء بموضوع قرار الحرب بلبنان أو قرار المواجهة، في قرار متخذ على مستوى الحكومة اللبنانية على مدى 20 سنة وحكومات 14 أدار اللي مرقت، وكل الحكومات هي أخذ قرار بإعطاء المقاومة حقها بتنفيذ واجبها تجاه أي اعتداء إسرائيلي، فبالتالي مش حم بيكون في شيء جديد بهذا الموضوع. اليوم الكلام هو بموضوع الاستراتيجية الدفاعية واللي هو في حوار حوله ومتروك للمستقبل نشوف كيف بيوصلوا اللبنانيين لاتفاق حول الاستراتيجية الدفاعية، ولكن هذا موضوع متفق عليه. هذا أولا. ثانيا هل متفق أستاذ حسان بس متفق عليه بالنقطة على المستوى الحكومي؟ يعني هل حتى أستاذ ميشيل أنا عم بسمع لك، سجل سجل جبنا لك قلم سجل وجاوب ما بدك، بس هل متفق مثلا أنا حزب الله يعمل خلية بمصر؟ كل ما يكون في يعني عم بيضل يقاطع أنا ما عم بقاطعه. تكرم عينك. ثاني شيء إذا كان دائما بدنا نرجع نرمي على بعض انه هيدا قرار ايراني، طيب ما بنرجع بكره على فيلتمن وحفله الساندويشات وبنرجع على كونداليزا رايس وقتها اجت انه على هن والطيارات عم تضربنا وانه هيدا مخاض الشرق الاوسط الجديد، وبنرجع على فيلتمن وامر العمليات الانتخابي تبعه شو كان يقول. يعني هذا موضوع خلينا ما بقى نخون وكل واحد يقول على الثاني ايراني وسوري، هل اكون انه نحن مش عم نخون؟ لا ما انت بتقول انا قراري ايراني او قراري ايران عم بقول قراري يحكي اللي بده اياه. انت حسن نصر الله عم بيقول انا جندي في ولايه الفقيه، انت لك علي بادائي ما لك شو بيقول، يقول الايراني اللي بده اياه، انا معني بكلامي وبادائي ماني معني شو عم بيقول. حسن قال انا جندي في ولايه الفقيه، ماني معتقد انه قايلها بالمعنى السياسي، اذا بالمعنى الديني كمان انت بتكون جندي بالفاتيكان كمان بهالمعنى بالمعنى الديني. لا بس الفاتيكان ما عنده جيش اساسا، انه جيش ولا لا هو ولا ما عنده استراتيجيه يعني الفاتيكان. ولايه الفقيه كمان منها جيش، هي مذهب منا لا مش دقيق انا مذهب بس هو ولي فقيه ومرشد الثوره الاسلاميه الايرانيه، بالتالي في مصالح لدوله هون. اذا بتحب نفوت بتفصيل فقهي على هذا الموضوع ما في، ولكن هو بدي جنبك انت العلماني هالموضوع. انا لا عم بفسر شو هذا الموضوع، انا بالنسبه لي موضوع الديني يعني بتعرف كعلماني منه، بس عم بحكي بالتفسير. ولايه الفقيه لا تعني جيش، ولايه الفقيه هي شان ديني منها شان عسكري. مش دقيق بس يعني بكل الأحوال بعتقد على هالكلام. بكل الأحوال أنا اللي يعني الحياة اللي زعجني بهلا بهالشيء وبالتقرير اللي مرق إنه الكلام إنه حزب الله عمل هيك كله سوى تحريض، حنقولها مثل ما هي إنه تعوا، بتعرف سوريا هي أكثرية سنية، إنه تعوا شوفوا الشيعة
عم بيجوا يقتلوكم. هذا كل الخبرية اللي هو بيصب بنفس السياق اللي هو المشروع اللي جاي علينا اللي هو مطلوب خلاف سني شيعي بالمنطقة اللي هو من خلاله بوجود هالبولاريزيشن هيدي بيقدروا القوى اللي هي لها مصالح بالمنطقة تحافظ على مصالحها النفطية وغير النفطية. نحن مصلحتنا أنه هذا الخطاب بفتت لبنان وبفتت المنطقة وما بيفيد حدا، خلونا نحن ما نمشي فيه. بس إذا عم يدوي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري لمنطقة القصيرة عم بيقول أنه هذا اللي حصل عنده. خليني أنا بس بالتقرير بعد في عندي نقطة وإجاني اتصال على البريك لسوء حظك. سمعناه سمعناه بمحبة مع أنه لسوء حظك. في هذا الشاب اللي بيت صفوان اللي قالوا أنه عم بيقاتل بسوريا وإلى ما هنالك، أول شيء هذا الشاب هو عايش بسوريا وهذا شاب مريض بيجي بيتحكم بالأيو إتش، ضاعت هويته بمستشفى الجامعة. صحيح ضاعت هويته واجت استعملت هالهوية لهذا الأغراض، فبالتالي يعني اللي استعملها ما يسمى الجيش الحر أو جيش المنشأ هيدا استعملت لغير أهدافها، هي ضاعت هويته هذه كل الخبرية. ولكن بدي فوت على قصة القتال بسوريا، يعني اللي ذكره السيد حسن بموضوع ال 12 قرية لبنانية، في 12 قرية مش لبنانية، 12 قرية بأراضي سورية ولكن أهلها لبنانيين، زيتا وحاويك وإلى ما هنالك. طب أنه بتتدخل يعني هونيك إذا في لا مش عم بقول سكان لبنانيين؟ هودي الناس اللي موجودين هونيك، هيدي قرى فيها ناس بأيدوا حزب الله، في ناس بأيدوا الحزب القومي، في ناس بأيدوا تيار المستقبل، في ناس بأيدوا القوات اللبنانية، فيها من كل الأطياف. هلأ وقت بيصير في مشاكل على الحدود أولاد هالمنطقة بطبيعة الحال بيصير مثل لجان أحياء ولجان وأهل بتحمي ضياعة. هلأ بده يجي واحد يسأل طيب شو جاب هذا الشاب من آخر الدنيا لحتى يروح على هاي الضيعة؟ هودي الشباب هني أعضاء بحزب الله كانوا موجودين هونيك وخلال وجودهم صار في اكتشفوا أنه في عبوة، هيدا الشاب راح ليفكك العبوة طلعت فيه. طب والقائد العسكري أبو عباس هيدا هو كمان هيدا هو هيدا هو عم تحكي هيدا هو الموضوع. هلأ في بيقولوا لك أنه عن أنه تدخل حزب الله بسوريا، طيب أنا بدي أجيب لك هيك كم شغلي يعني نحكي فيهم. طب رح أبقى معك بس معنا اتصال من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من الأستاذ جابرييل كيروز. مساء الخير أستاذ كيروز. أستاذ كيروز أستاذ كيروز بس بدي أطلب منك أنه توطي التلفزيون عندك لأنه عم يعطي صدى. مساء الخير. استاذ جابرييل عم تسمعني كما يبدو انقطع الاتصال، تفضل. اول شيء عندك بموضوع التدخل حزب الله بسوريا، طيب نحن هلا هذا الكلام اللي عم ينحكى كانه في شيء جديد. عندك اول شيء الباخره لطف الله مش تدخل كانت، عندك موضوع شو باخره لطف الله؟ باخره لطف الله اللي كان جاي بسلاح على سوريا بمرفق طرابلس، شو طلع بالتحقيق؟ بس هيدا ليش هوليك طلع بالتحقيق؟ يعني الموضوع سيد حسن يعني عم بياخذ على كلامه، نحن عم نحكي تحقيق مش هيك. عندك الشاحنات العسكريه اللي اكتشفت بشمال اللي رايحه على سوريا، عندك الشاحنه اللي اكتشفت بالقاع، عندك الحادثه اللي صارت على حدود عرسيل والاعتداء اللي صار على الجيش، انه تهريب الاسلحه عم بيتم لمصلحه الطرفين، بس انه المشاركه فعليا في القتل اللي صار هالامر ما ممكن ان يؤدي، يعني في ناس من اهل عرسيل توفوا بسوريا. يعني موضوع اللي له علاقه ب حماس بعض اللبنانيين وانحشادهم لطرف من الطرفين هي موضوع قائم ما حدا فيه ينكره، ولكن انه هلا في قرار من حزب الله انه هو يشارك بالاحداث بسوريا، هو عم بيقول انه انا قررت مقررين حتى الان ما نشارك. يعني شو بيعني هذا الكلام؟ يعني هل الكلام بس شو بيعني يعني حتى هذا بيعني انه لحد هلا ما شارك وترك الموضوع مفتوح على المستقبل. في اكثر من هيك صراحه. هو طب هيدا ما بيجر يعني ايضا انه تدخل الداخل اللبناني؟ بس هيدا في حدا في هذا الامر، بس في حدا دخل وخلص. في حدا وقت بيجيك الجارديان والتايم اللي هي يعني ما بعتقد محسوبين على 8 اذار هول الصحف والمجلات، عم بيحكوا عن تدخل 14 اذار وعقاب صقر وبالاسماء وين راح وباي اوتيل نزل، وهيدي صحف الى سمعتها والى الريبيوتيشن تبعها ما بتسمح انها تمرق معلومات من هالنوع لو ما في دقه لها. فبالتالي من الواضح في انخماس لفريق 14 اذار باللي عم بيصير بسوريا على كافه المستويات. هل صحيح انه انتم هلا عم تدفعوا ثمن الامر يلي زرعتوه بايديكم؟ يعني انه انتم بداتوا بهذا التدخل ولا عم يجي التدخل من طرف ثاني؟ استاذ وليد
طالما الأستاذ حسان عم يهجم تكتيكيا أنا بدي كمان أرجع خطوة لورا. بدك تتراجع قدامه؟ لا لا شو بدنا نعمل؟ لا لأنه في أمور قطعت ما في يعني ما فينا نقطعها. أولاً عم بيقول إنه في إجماع ما في شيء جديد بما يختص بسلاح حزب الله طالما أنا ما قلت إجماع أنا قلت في قرار وزاري أو في قرار يعني بمعنى قرار حكومة ثلاثية لبنان الرسمي صحيح عم بيعترف او عم بيعطي هذه المهمه لحزب الله واستطرادا ما في شيء جديد. طيب اولا هذه الثلاثيه استاذ حسان تتذكر بهالبيانات الوزاريه انه صار في معركه على ثلاث كلمات اخذت الله يرحمه نسيب لحود جدا في كنف الدوله. فاذا خضنا كان عم ينحكى بثلاثيه يعني جيش وشعب ومقاوم بالرغم من انه انا ماني موافق على هذا الكلام ولكن عم بوصف واقع الحكومات نزاد عليها في كنف الدوله يعني بمعنى انه في الاساس هي الدوله اللبنانيه هي اللي بتوزع هذه الثلاثيه. بنرجع على قصه القرار واحد اثنين بكل الحالات هيدي البيانات الحكوميه ما بتعطي حق لحزب الله انه يعمل خليه بمصر ولا بتعطي حق لحزب الله انه يتوقف قياده منا بالعراق ولا بتعطي حق لحزب الله انه يتداخل بالبحرين ولا حكما ما بتعطي حق لحزب الله انه يروح بسوريا. هلا بما يختص بسوريا بما بتعطي حق لعقاب صقر انه يعمل خلايا حوصل لك قلنا بدنا نرجع ووصل لك على موضوع هذا الموضوع. اثنين انا بما يختص يعني وقت بنوصل على قصه سوريا يعني بصراحه المعلومات اللي اعطيتها مش عم شكك فيها بس انا ما عندي معلومات يعني ماني قادر ناقشك بمعلومات ما عندي اياها ولكن انا بدي ناقشك بكلام السيد حسن. كلام السيد حسن يعني بمختصر مفيد بينقال عنه بموضوعيه وبموضوعي بينقال عنه انه كان بده يكحلها عماها. يعني اولا راح قال انه نحن كحزب الله راح رايحين ندافع عن اللبنانيين بهيدي المناطق. طب اذا بده يدافع عن اللبنانيين شو حزب الله عم بياكد هون السيد حسن نصر الله انه هو ميليشيا شيعيه منه مقاومه لبنان، ليه ما بيدافع عن اللبنانيين بغيرها من الضيع اللي تم التعدي عليهم بعكار وبعكسال وبغيره وبغيره من المناطق؟ هاي واحد. اثنين قال نحن لم نقرر انه نقاتل الى جانب النظام حتى الان، وسالك سؤال وطبعا انت بلبائتك تهربت من الجواب على هذا السؤال. السؤال هو حتى الان، وبنرجع الى نفس الكلام اللي انا قلته من الاساس، مهمه هذا السلاح، ما كل شهر في مهمه جديده. اساسا تحريري بيرجع دفاعي بيرجع السلاح دفاعا عن السلاح بيرجع للدفاع عن ايران بيرجع 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 ما هيدا السلاح صار متعدد الاهداف وكل شهر في هدف جديد لهيدا السلاح والثابت واحد مش الاهداف هو السلاح وهون اعتراضنا على هالموضوع. ثلاثة بما يختص بقصة عقاب سواء انا على كل حال كميشال معوض وك 14 اذار نحن موقفنا وبرجع اكد انه نحن بنرفض اي تدخل خارج الموقف السياسي. الموقف السياسي نحن حريين ناخذ موقف سياسي بما يختص بسوريا او بليبيا او بامريكا وهذا موقفنا السياسي مثل ما اي قوة سياسية بحق لانه تاخذ هذا الموقف السياسي ولكن نحن ضد تدخل اي طرف. واذا عقاب صقر عم بيتدخل نحن بنستنكر هذا التدخل. بس بدي اعمل ملاحظة بهذا الموضوع اذا حقيقة لانه قريت وسمعت كلام اليوم حتى ل ريته على السريع يعني احد المسؤولين او النواب في حزب الله عم بيقول انه عقاب صقر هو عم بيسلح المعارضة. حقيقة انا بقوله لانه بعرفه منيح لعقاب يعني اذا المعارضة السورية متكلة على عقاب صقر للتسليح يعني حالتها بالويل بتكون يعني حقيقة ما بعرف كيف ضاينت هالقد لانه انا بعرف تماما انه عقاب صقر بين فرد المي والفرد ما بيعرف الفرق. يعني بدنا نكون شوي موضوعيين يعني بدنا نكون شوي موضوعيين وقت متكل على نجاحاته الانتخابية مش على بغض النظر يعني لا هون انا ما يعني بتعرف ما بسمح لك انه تتعدى على حدا حتى رأيك بس الجارديان والتايم شو قايلين انا اللي عم بقول صحف هي قايله هالشيء انا اللي عم بقوله بهذا الموضوع عم بقول اذا عم بيعمل اي تدخل عقاب صقر نحن ضد هذا التدخل موقفي واضح بهذا الموضوع. اثنين 14 مش مهم موقفك المهم عمليا على الارض شو عم بيصير فيك تستنكر تكتيكيا بلبائتك اللي بدك بس عمليا عم بيصير غير هيك منك تكتيكيا استاذ حسن بس انا برايي انه مقارنه يعني قد ما فيها شطار القصه مقارنه عقاب صقر اي دور بده يلعبه عقاب صقر اذا كنا نحن موافقين او مش موافقين او اذا صحيح او مش صحيح مقارنه هذا الدور مع دور حزب الله والسيد حسن نصر الله ومحاوله اقناع الراي العام بالتوازن بين الاثنين يعني فيها شيء من طيب رح نرجع نكمل معكم بس كما يبدو هلا معي اتصال من الاستاذ وسيم ما حب انه يذكر كل اسمه وهو من ضيعه داخل سوريا لكنه يقيم الان في الهرمل. مساء خير استاذ وسيم. مساء
مساء الخير استاذ لك ولضيوفك، ونحن بنشكرك كثير على برنامجك الحلو دائما بنتابعه يعني. الله يخليك، بس بدي اول سؤال، انه ليه منك حابب تذكر كل اسمك؟ مش حابب اذكر كل اسمي كرمال نحن عائلتنا موجوده يعني بالمنطقه ومعروفه، وما بدي احكي يعني ونضر الاخرين، بس كرمال هذا السبب. طيب يعني. حضرتك من اي ضيعه بسوريا؟ نحن من ضيعه الفاضليه حويك، من هونيك نحن اصلنا من هونيك، ونحن ساكنين هلا بالهرمل، وعندنا يعني عندنا قرايبنا كلهم موجودين بالمنطقه هونيك. شو بتحب تقول؟ انا بدي اقول تعليقا بس على اللي عم يحكوا انه تدخل حزب الله وعم يقاتل الاهل مع القصير وعم يقاتلوا وبيطلع هذا تعول الفاروق وبيحكي وكذا. نحن نوضح مسالتين، العالم هي اللي عم تدافع عن حالها، نحن العالم يلي هي اهل القصير وهيدي المنطقه هن اعتدوا علينا مش نحن اعتدينا عليهم، كان وفي تداخل. هلا بمنطقه الهرميل في عالم من القصير فاتحه عندها محلات وعم تشتري منها العالم وعم تبيع، ما في مشاكل مع حدا، الموضوع هن اعتدوا على العالم اللي هيدي المجموعات من اني هني استاذ وسيم؟ نعم. من اني هني المجموعات؟ هي مجموعات ارهابية مسلحة تشليح خطف عالم، وبتدرى انت بتعرف من فترة صار في اشكالية، واحد من بيت الزين وواحد من بيت جعفر صارت وخطفوهن ورجعوا صاروا يخطفوا عالم تانية ليردوهن، هيدي اكيد طلعت بالاعلام ونحكت يعني. انا بس حبيت بيضوي على شغلي انه حزب الله ما عنده تدخل بأي يكن هونيك، العالم هي اللي عم تدافع عن حالها، ونحن انا قرايبي يا خيي بعنا كثير، باعت عالم يمكن من ارزاقها لتشتري سلاح بس لتدافع عن حالها، وفي كل ضيعه لبنانيه عندك السمئيات وحويك والفضليه ومنطقه مزرعه اسمها مزرعه الوفاء، كلهم هاو ضيعه لبنانيه من هي المعروفه، ضيع فيها لبنانيين ما هيك؟ ضيع فيها لبنانيين ومتواصلة مع منطقة القصر يعني كلها الضيعة اللبنانية، العالم واغلبيتهم في عالم موجودي كلها مثل ما حكي السيد حسن نصر الله، عالم موجودي عندك عيال بيت الجمل وبيت زعيتر وبيت مدلج وإلى آخره، في كتير عيال مشتركة بين الباع وهونيك، وهذا عالم معتدى عليهم، الدولة اللبنانية ما حدا عم يسأل عن هاي العالم. طيب شو بتعمل هاي العالم يعني؟ بتقعد هيك بتنام لحتى تيجي يعني؟ أي واحد يحط حاله محل هاي الناس شو بتعمل هاي؟ لا هل نحكى مع الدولة؟ كمان يقال هون انه الدولة ما كانت على علم بهذا الموضوع الا وقت اللي طلع السيد حسن الصلاح. لك كيف الدولة ما بتعلم وهن كلياتهم بينتخبوا بالقصر ومعن هويات لبنانية؟ وهو اثنين امبارح قالوا من ربلي، هودي هو عالم واحد لبناني بربلي، وهو مع نحن بنحب يعني مع تقديرنا الكبير وحبنا، هي ضيعة مارونية مسيحية وبينتخب بالشواغير بالهرميل، هو كان هو وسط وعنده ضيف جاي لعنده نازح من منطقه فيها اشكال، اجت قذيفه قدام بيته قتلته، مين عم يعتدي على الثاني؟ نحن بنحب كل العالم وما عندنا مشاكل مع حدا، بس بده يعتدي عليك شو بدك تقعد تقول له مرحبا كيفك يا عيني اهلا وسهلا فيك؟ لا بدك تدافع عن حالك، اي واحد بده يعتدي عليك بده يدافع عن حاله. حزب الله كونه يعني موجود هون نحن يعني المنطقه وحزب الله وبيحكوا حزب الله، حزب الله ما تدخل، انا عم بقول لك يا ما تدخل لا بشكل مباشر مع الناس ولا شيء. نحن عيال عم تدافع عن حالة هي مستهدفة من قبل هيدي المجموعات المسلحة، ومعروفين يعني المجموعات ومن وين وكيف، قطاع طرق ومشلحين زعران من كل هيدي العالم هي يلي عم تعمل هذا الشيء، هذا اللي بده حرية هيك بيعمل، اللي بده حرية بدمر مدرسة، عالم كلها كانت قاعدة بمدارس هونيك، لا دولة مهتمة فيهم ولا شيء، كتر خير سوريا يعني، بيقولوا أم الفقير كانت كل العالم بجهتها مهون حمص تروح. أستاذ وسيم بدي أشكرك على هالاتصال، بتصور إنه وصلت الفكرة وعبر يعني هو انطلاقا من هالتجربة. أستاذ حسن بدي أسألك انطلاقا من كل هالموضوع، هل يمكن هوني يعني هذا الاختلاف بين اللبنانيين، هل يمكن أن يتحول اللبنانيون إلى قسمين؟ جهاد سني وجهاد شيعي يتقاتلان على الساحة السورية ومن أجل ما يحصل في سوريا؟ الحقيقة يعني في محاولة لتحويل الموضوع بالمنطقة كلها لصراع سني شيعي، ونحن بنعرف مين بيخدم هذا الموضوع، ولكن نحن مقربتنا لقراءة الموضوع السوري مختلفة. نحن بنعتقد اليوم بسوريا مش الهجوم هو على طائفة، سوريا دولة فيها 600-700 ألف عسكري، فيها هي غالبيتها صحيح سنة صحيح، وهن السنة جزء كبير منهم موالي للنظام وفي جزء معارض للنظام. اليوم الهجوم على سوريا هو مش على سني أو شيعي، هي على خيارات السياسية. اليوم الهجوم على سوريا أنا دائما بقول هو على حسناتها مش على سيئاتها، اللي عم بيهاجم سوريا اليوم حتى يضرب علاقتها بالمقاومة وحتى يضرب علاقتها بإيران، اللي عم بيهاجم سوريا اليوم بده يعمل فيها مثل ما عمل بمصر ومثل ما عمل بدول المغرب العربي، يحولها لدولة إلى طابع إخواني بينما هي اليوم إلى طابع مدني. مشان هيك نحن
هذه قراءتنا للموضوع السوري. طبعا الدولة بسوريا بحاجة لتطوير وفيها كثير من المكامن الضعف والقابلة للتطوير، لأن دولة ديمقراطية تشبه دول اسكندنافية، ولأن دولة فيها حريات على مستوى عالمي، ولكن الهجوم عليها مش على هول. والدليل أنه اللي هجمين عليها مع الهجمة الأمريكانية هني أكثر دول، يعني إذا بدنا نقول بسوريا ما في حرية هني ما عندهم حرية أكثر، إذا بسوريا ما في ديمقراطية هني ما عندهم ديمقراطية أكثر. فبالتالي الهجوم ما له علاقة بموضوع أو بعناوين الهجوم، هي مثل ما كنا حكينا قبل هو صراع دولي اليوم وصل على سوريا. قطر إلى مصالح بدها تجر الغاز تبعها مرورا بسوريا تركيا لتوصلوا على أوروبا لتنافس الغاز الروسي، ومصالح دولية متشابكة ببعضها وكل دولة إلى مصالحها. المهم نحن كشعب بلبنان وكشعوب بهالمنطقة نعرف أنه اللي عم بيجبعتولنا إياه من برا ما بيحقق مصالح شعبنا، وما نمشي بلعبة السني الشيعي اللي هي حتدمر المنطقة كلها سوا. هون وين مصير المسيحيين؟ البعض بيقول أو بيتخوف من أن يتحول أنه المسيحيون أو أنه يروحوا فرق عملي في هذا الصراع القاسي الدموي بين السنة والشيعة. يعني أنا بالأساس كل المقاربة ما بوافق عليها. قبل ما اسمع جوابك، لأنه رجع اتصال من الولايات المتحدة الأمريكية من الأستاذ جابريل كيروز، بعتذر منك بس تيكون مأمن الاتصال المرضى. أستاذ جابريل مساء خير. الله معك أستاذ عبود. الله يخلي. نحن المسيحيين بلبنان ما بنسبنا إلا يكون في طمأنينة وسلام بين كين اللبنانيين وبين لبنان وبين سوريا. لأنه وين بدهم يتقاتلوا؟ هودي بدهم يتقاتلوا على أرضنا، بدهم يخربوا لنا أرضنا. نحن لبنان كله منحبه، جنوب والشمال والشرق والغرب، بس حزب الله عاملين شالين حركة اقتصاد لبنان. لبنان بلد عليه دين، ما في له مدخول غير السواح، وكل سنة بالصيفية بيعملون لنا تشنكة أو تفزلكة تيروحوا هالسواح ويهربون من لبنان. هالشوفير اللبناني اللي بده يقبض مصاري، هل عنده أوتيل، هل عنده مطعم، ما عم يستفاد. يا خي لازم يفهموا انه نحن اقتصاد لبنان ما لازم يكون مربوط باقتصاد ايران. اولا نحن شعبنا بده يعيش، ما عندنا الكالتشر اوف ديث يلي موجوده عند الايات الله، نحن ما عندنا اياها. نحن شعب من حب الحياه اولا. ثانيا استاذ حسين صقر، مع انه انا خاله، قال انه حزب الله عم يدافع عن تقلبوا لاستاذ حسان. ايوه شو بس مختلف عنده كثير بالسياسه. أكيد، لأنه أستاذ معوض أمه وأم حسين ربيو بدك تقول بيفرق بيناتهم بيت جبران خليل جبران. وللأسف أستاذ معوض أخذ كتير من زكاة جبران، ما تحول هذا منه على الكورة لحسان. هذا هجوم كتير قاسع ابن أختك. أنا بحبه لحسان لأنه خاله، بس سياسته ما بيدافع عنها. يا أخي حزب الله عم يقولوا بس ما طلع ما عم يدافع عن الأرض. أستاذ جابريال بس ما طلع تلتين للخال هالمرة بالأسانسور تبع بطرس حرب. واني هالأرض اللي عم بيدافعوا عنها يلي بتكون بسوريا، اجت اسرائيل بأيار الألفين انسحبت من كل لبنان، اجت الأمم المتحدة and certified the withdrawal of all Israeli forces from Lebanon. بيجوا السوريين بيعملوا لكم تنكة انه هايدي مزارع شبعة مزارع لبنانية مع انه منا لبنانية، وبيقولوا لكم هايدي لقلكم بس رح نعطيكم سك ملك فيها، انتوا دافعوا عنها وحرروها كرمالنا نحنا. هيدا تفنكي هي اللي عملت أساس الخلاف حتى حزب الله يضلوا مسلحين بلبنان إنه هن بدون يحرروا مزارع شبع. يعني برأيك اليوم المشكلة أستاذ جابريال، أستاذ جابريال يعني برأيك نعم. اليوم المشكلة هي بحزب الله 100%. وحزب الله يا حرام على هالأهالي حزب الله وعلى الأمهات تبع جنود حزب الله، هودي بعتوا ولادهم تيحرروا الأرض، ما بعتوا ولادهم تيدخلوا بشؤون سورية، وما بعتوا ولادهم تيروحوا بطرس حرب، وما بعتوا ولادهم تيقتلوا رفيق الحريري. ما في حدا بلبنان لازم يكون فوق عدالة لبنان. طيب بدي اتشكرك استاذ جابريال على هالاتصال، ما سلمت عليه على الهواء.
هو ما سلم علي قبل. لا بس عم بحكي انا وياه على التليفون دائما، وهيدا النقاش هو نقاش دايم بيني وبينه على التليفون. وحتى وقت رحت لعنده على امريكا نحل في سكايب تتوفر عليكم ثلاث اربع ساعات. لا بس يعني اكيد جابي هو خالي وانا بحبه وبحترمه وهذا رايه بالسياسي وانا بقدره عليه. بس بموضوع انا دائما بموضوع بشري بقول انا امي من بشري وفخور بهالشيء. انا بقول دائما قلبي بشراني وعقلي كوراني. أنا بشري بيربطني فيها كتير عكسهم بيمشي الحال. الفكرة أنا بعتقد بنتمي بالفكر السياسي لفكر جبران خليل جبران اللي هو حد بيت جدي بالعلامة تماما، اللي هو أنا بعتقد فكرنا كحزب فكر أنطون سعادي هو استمرار لفكر جبران خليل جبران بأداء التفاصيل. هذا بالشق اللي له علاقة ببشري، أما بالشق اللي له علاقة بالاقتصاد وبتحميل حزب الله يعني بعتقد كمان الكب على ميلة واحدة. ليش اللي صار بطرابلس والهجوم على الجيش واللي عمله خالد ظاهر ومعين المرعبي وهي الحملة هي يعني بتفيد الاقتصاد؟ كمان نحن كل الناس بلبنان بتتحمل مسؤوليات، ما حد ما بيجوز بقى واحد يضل شايف على ميلة واحدة. لا في أخطاء عند الطرفين، ومش معناته أنا عم بقول أنه يعني الحرب على إسرائيل ما إلها كلفة أو الحرب مع إسرائيل ما إلها كلفة. نحن إذا عنا عدو في إلها كلفة الحرب معه والاستعداد لهذا العدو للحرب معه دائما له كلفة. هلا الكلفة قديه غالية بتفرق أيام، مرة بتكون غالية كتير مرة بتكون أستاذ ميشا. قبل ما أرجع لك كما يبدو معنا اتصال من كندا الأستاذ غازي خضر. مساء الخير أستاذ غازي. هذا خالك بيكون. مساء النور، تفضل حضرتك على الهواء. نحن بنآمن بالدولة اللبنانية والجيش اللبناني يكون الحامل الوحيد لكل الحدود اللبنانية. ما بينتشر على كل الأراضي اللبنانية هو يدافع عن الكل، مش كل مجموعة القرى المسيحية بتدافع عن حلب القرى السنية أو القرى الشيعية. نحن هيدا بس بنطلب من الدولة اللبنانية، بنطلب من الكل يناشدوا الجيش هو يحمينا يحمي حدودنا الشمالية والشرقية والجنوبية. أستاذ غازي خضر شكرا لك على هالاتصال. بدنا نرجع لك فيما يتعلق مثل ما قلنا بالوضع المسيحي تجاه التجاذبات هيدي. أستاذ وليد قبل ما نفوت بقصة الوضع المسيحي لابد كمان من التعليق على المقاربة للموضوع السوري ككل، لأنه حنوصله على يعني حنقدر نوصل على الوضع المسيحي، بس بدنا نفوت بالأساس بدنا نصنف شو اللي عم بيصير. أنا مش عم بفهم ليش في عند مقاربة البعض اللي صار بتونس هو يعني ثورة شعبية للكرامة، اللي صار بليبيا هو ثورة شعبية للكرامة، اللي صار بمصر هو ثورة شعبية للكرامة. أنت عم بتقول أما اللي صار أنا ولا مرة بس هو حتى رفضهم لأنه وكأنه عم بيقول عم بيضحوا صوب الإخوان. أستاذ حسن أنا اللي عم بقوله بموضوع هالثورات اللي صارت، أنا بعتقد هالثورات في جزء منها أكيد هي إرادة شعوب، ولكن في جزء كبير منها مرتبط بالإخوان وبعلاقات الإخوان اللي هي علاقة بالغرب من الخمسينات على قاعدة الصراع الغرب مع عبد الناصر واستثمر بالإخوان المسلمين حتى يقتل عبد الناصر. أوكي. بس بغض النظر أكيد مش أنا اللي عم بقول، أنا عم بقول عن قياديين يعني أساسه السيد حسن نصر الله وقت بلشت الأمور بمصر. أنا عم بحكي مش أنا اللي عم بقول، نحن يعني مختلفين معه بالرأي على الموضوع لكن بحترم هالاختلاف على الأقل. هلأ اثنين أنت اتفقت معه ليه؟ هلا بهيدا الموضوع اتفق معك. لا لا هو عم بيقول ان ثورات شعبيه. ليه هو ثورات شعبيه وقت وصلت على سوريا هي مؤامره؟ انا خلينا نكون واضحين، لو القصة يعني اللي صار بسوريا 7-8 أشهر من المظاهرات السلمية ناس قاومت الموت وقاومت القهر وقاومت الاغتصاب وقاومت القتل، لا طبعا شوي شوي بعد بطش النظام بكل الكرة والصور اللي كل الناس شافتها على الإعلام وبعد ما وصلنا إلى 30-40 ألف قتيل بطبيعة الحال صارت شوي شوي يعني على الأمور عم تتعسكر من الميلتين. بس ولكن لو القصة بس قصة مؤامرة دولية فيها توازن دولي ودول عم تتصارع بسوريا كانت من زمان انطفيت الانتفاضة أو الثورة بسوريا. تنكون واضحين، خلينا نشوف بس من المقياس الدولي ميزان القوة. سوريا أساساً عندها فائض بالسلاح أو النظام عنده أساساً فائض بالسلاح. اثنين عنده سلاح الفيتو السوري والصيني. ثلاثة في تسليح روسي نوعي وفي جسر جوي عم بيتبين شيء ورا شيء، زائد يعني يعني ميناء طرطوس وزائد الخبرات العسكرية. أربعة إيران دفعت لهذا النظام مليارات الدولارات بهذه المرحلة، في بعض التقارير الجدية عم تحكي بعشرة مليار دولار، إذا مش عشرة سبعة مش عشرة 12 يعني، ولكن عم نحكي عن مليارات الدولارات. بالمقابل إذا أنا بدي أقارن شو اللي صار بسوريا بالتدخل الدولي
هل اللي صار من الطبيعي انه يتداخل وقتها في 1000 و2005 و10 و20 و30 و40 و50 الف قتيل؟ اذا بدي اقارن مدى تدخل المجتمع الدولي بسوريا مقارنه مع اللي صار بافريقيا من قبل واللي صار بليبيا واللي صار بمصر وقتها راح 100 قتيل او 200 قتيل او 300 قتيل بمصر، انا بلاقي انه في تقاعس من المجتمع الدولي. فاذا الاساس يعني المسبب للثوره السوريه مش مصالح إقليمية ودولية، المسبب هو ناس وشعب عم ينتفض لكرامته وعم بيرفض التراكم القمع والكبت اللي صار على سنين وأيام. هلأ وقت بلشت الأمور صار في عوامل خارجية دخلت وصار في تشجيع من هون أو تشجيع من هون، أكيد ما حدا في يعني ما حدا في ينكر البعض الدول اللي أخذته الأمور الوضع المسيحي تجاه التجاز. وقت بنوصل إلى قصة الوضع المسيحي طبعا وقت بنقرأ أنه ليه أنا رجعت فشخة لورا من جديد، بس وقت منقرأ أن الواقع السوري هو ثورة شعب من الواضح أنه لا يمكن لأي نظام يواجه كل شعبه أو تقريبا كل شعبه تمن فوت بلعبة الإحصاءات والاستطلاعات، ولكن على الأقل يعني نظام فوق 100% نظام اللي ضد النظام ثقافة كان عقيم النظام ياخذ 96% 99% هلا اللي ضد النظام قطعوا ال 100% صاروا 110% ثقافة ال 100% هي ثقافة النظام. لا هال 110 هلا ثقافة جديدة عم تعلم. فإذا انطلاقا من هون هيدا النظام حكما قايل إلى السقوط. السؤال هو إمتن وبأي كلفة وشو التداعيات؟ طبعا كل ما طول هذا النظام كل ما تدمرت سوريا بتراثها وبمؤسساتها وبجيشها، كل ما الكلفة البشرية عم تكون عالية وعم نشوفها كل يوم، وأن يعني ما فينا إلا نتعاطف إنسانيا، ما فينا نشوف بالمشاهد اللي عم نشوفهم كل يوم مؤامرة دولية لا في أطفال عم تندبح وفي نسوان عم تخلص. مين قال مؤامرة دولية؟ بهذا الموضوع يعني مصالح دولية تستعمل مصالح دولية إيه بس مؤامرة شيء ثاني. أنا برأيي في تقاعس دولي، بس تنرجع إلى الأساس يعني اللي عم بيشوف اللي عم بيصير كل يوم نجي نطلع أنه وين مصلحة أو مستقبل المسيحيين. أولاً مستقبل المسيحيين ما في يكون بربط مصيرهم بنظام قايل إلى السقوط، يعني ما ممكن تكون مصلحة المسيحيين بربط مصيرهم وكأنه المسيحيين خلقوا مع حفظ الأسد وحيموتوا مع بشار الأسد. نحن موجودين من 2000 سنة كمسيحيين بهيدا المنطقة ونحن موجودين كموارنة من 1500 سنة بهيدا المنطقة. هيدا من جهة. اثنين، نحن نرفض قراءة الموضوع وكأنه هيدا بس مجرد صراع سني شيعي. أبدا. نحن بس ما في خوف يتحول هيك؟ طب واكيد وقت حزب الله عم بفوت يدافع عن الشيعة في سوريا دلي عليه حزب الله حلفاء دلي عليه على الاخوان وعلى الوهابيه وعلى حلفاء دلي علي ما في مشكله. وقت حزب الله عم بيقرر يتداخل من هذا المنطلق، وهذا كانت ملاحظتي على ليه عم تشوفوا هون ثوره شعبيه وليه عم تتداخلوا هون انطلاقا من مصالح سياسية إيرانية ومذهبية داخلية، بيكون في خوف بهذا الاتجاه. طبعا نحن رافضين تحويل هذا الموضوع. نحن ما عندنا مشكلة ولا يمكن أن يكون عندنا مشكلة مع الشيعة في لبنان، ولا نحن مع السنة في لبنان ضد الشيعة في لبنان. نحن مع الاعتدال الإسلامي إن كان سني أو شيعي، ونحن ضد التطرف إن كان سني أو شيعي. وأنا إيه موافق، أنا يعني حرق الكي اف سي بطرابلس بوازية مع تسكير طريق المطار، وانا بهذا الموضوع بتلاقى مع الاستاذ حسان. بس السؤال طب يعني افضل سياسه اذا سياسه النائب النفسي اللي عم تعتمد على الحكومه؟ لا، السؤال الاساسي استاذ وليد، نحن كيف بنحارب التطرف؟ بنحارب التطرف بالاعتدال، بنحارب التطرف بدعم الاعتدال الاسلامي السني بوجه التطرف السني، وبدعم الاعتدال الشيعي بوجه التطرف الشيعي. وقبل كل شيء اذا بدنا نرجع الى الواقع بلبنان، ندعم من واجه التطرف بمنطقه الدوله، لانه وقتها بيصير في تسليح خارج الدوله واستعمال لهذا السلاح خارج الدوله، السلاح بيولد التطرف والتطرف بيولد بس لما مشيت معي بموضوع انه سياسه الحكومه النائب النفس نحن ما اثبتت جدواها. نحن مع موقف النائب النفس بما يختص بسوريا. موقف لبنان الرسمي ان يكون بالنائب بالنفس، هيدا نحن موافقين عليه. بس سؤال كيف فيها الحكومه تنقى بنفسها، ومش حقول اعضاء بالحكومه، حقول الراعي لهذه الحكومه
هو شريك أساسي بهذه المعركة. المشكلة هون. على كل حال ما دام عم نحكي عن الحكومة بدنا نتوقف هلأ مع التقرير الثاني لهذه الليلة، وهو استطلاع للرأي أجرته شركة سوفريس ليبان حول الأوضاع، الأوضاع انطلاقا من رؤية ومقاربة اللبنانيين إلى الحكومة وأدائها. رح نشوف هذا الاستطلاع وبعدين نرجع نتابع هذا، نرجع نعمل فشخة لورا. جرى الاستطلاع بأيلول شهر أيلول الماضي على عينة من 1200 شخص على كافة بتغطي كافة الأراضي اللبنانية والطوائف والأعمار. أول سؤال كان كيف تقيم أداء الحكومة الحالية؟ الأجوبة كانت مفروض تنعطى من عاطل جدا لجيد جدا. بين جيد جدا ونوعا ما جيد طلع 37.8%، وبين عاطل جدا لعاطل 61.4%. بالطائفة السنية في فوق 75% بيعتبروا أنه أداء الحكومة بين عاطل وعاطل جدا. بالطائفة الشيعية فوق 47% بيعتبروها عاطلة، و 50% بيعتبروها بين جيدة وجيد جدا. الطائفة المسيحية فوق 55% بيعتبروها بين عاطلة وعاطل جدا، وعند الطائفة الدرزية 77% بيعتبروها بين عاطل وعاطل جدا. هل برأيك الحكومة يجب أن تكون حكومة ائتلاف وطني، حكومة لون واحد أي فئة واحدة تحكم، حكومة حيادية للإشراف على الانتخابات النيابية، وحكومة تكنوقراط أو اختصاصيين غير سياسيين؟ حكومة ائتلاف وطني 30.9%، وحكومة لون واحد أو فئة واحدة تحكم 13.9%. 44% بدون حكومة سياسية، بينما الحكومة حيادية وحكومة تكنوقراط معناتها بدون حكومة ما تكون سياسية عم تطلع بحدود ال 51%. يعني لاحظنا أستاذ حسان انطلاقا من استطلاع رأي هذا أنه 30% بدون حكومة ائتلاف وطني. لا هذه الحكومة لا تتحقق. كمان قبل ما نجاوب ترجع لورا، ذكر الأستاذ ميشيل عدة مرات عن المؤامرة الدولية كأني أنا قلت مؤامرة دولية. أنا ما قلت مؤامرة دولية، بالعكس نحن كحزب، كمان بيعرف الأستاذ ميشيل، نحن موجودين بسوريا، نحن كحزب على مدى عشرات سنين نحن منطالب بالإصلاح بالتغيير، ونحن بالنسبة لنا موضوع التطوير الدولي والنظام والمجتمع هو جزء أساسي بفكرنا وبعائدتنا. نحن اللي عم نقوله مش مع مسار، ما عم نحكي ضد مسار التطور والإصلاح، نحن عم نحكي ضد هالحملة اللي جاي تدمر سوريا بغض النظر من رئيسها. وأنا بأكد لك أنه اللي عم بيصير اليوم مش مطلوب بيت الأسد أو الرئيس الأسد أو إلى ما هنالك، المطلوب تدمير سوريا بإمكانياتها ومقوماتها مثل ما انعمل بالعراق. هذا الموضوع اللي كمان يعني البعض بيقولوا أنه لكن هذا النظام فشل بحماية سوريا، وهذا ما بيعني وقت اللي بيكون صادت هالقد سوريا مكشوفة، وقت بنكون عم نشوف كل يوم عم يحصل ما يحصل، يعني الدليل أنه هذا النظام فشل. أول شيء الحملة اللي جاي يعني كل عمره أنه يرتكز على أنه في القبضة الأمنية الحديدية وأنه الأمن هو الممسوك. يعني طب وقت اللي سقط الأمن في سوريا شو بعد فيه؟ قبل ما نوصل على الأمن، نحن بالنسبة لنا ما بنعتبر أنه الشعب السوري اللي عم بيطالب بالإصلاح هو شعب عميل وجاي بالمؤامرة، لا بالعكس حقه، وهذا لازم يطالب بالإصلاح، وإذا ما بيطالب بالإصلاح الشعب السوري في مشكلة. ولكن عم نقوله في ناس هي مرتبطة بالخارج جزء من مشروع جاي يدمر سوريا، عم بيستغل مشاعر بعض السوريين ومطالبتهم بالإصلاح لحتى يوصل لمقارب غير مقارب الشعب السوري. لا ما عرف إذن هذا النظام أن يتعاطى كما يجب مع هذه المشاعر مثل ما عم تسميها، لا فشل في مقاربة هذه المشاعر. 30,000 قتيل وطيران يعني. حجم الهجمة على سوريا اليوم أنا بعتقد أكبر من قوة أي نظام. يعني كان النظام السوري أو غير أنظمة ما أنا قادرة توقف بوجه الهجمة. اليوم اللي قدر يعمله النظام السوري لحد هلأ بحد ذاته إنجاز، حافظ على وحدة الجزء الأكبر من جيشه، ما تقسمت سوريا لحد اليوم. ولكن هذا الشيء ما بيعني أنه النظام بسوريا ما عنده أفشال بعدة محلات اللي كان له علاقة بالوحدة الاجتماعية. يعني وقتها بيكون بعد حكم فترة طويلة بعد فيها الأد شعور طائفي، هذا في فشل هون ما حدا فيه ينكره.
فبالتالي نحن من انجاز 30,000 قتيل هو انجاز يا استاذ عبد، تدمير حلب لا 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 بالطيران هو انجاز، تدمير درعا والاغتصابات واللي عم بيصير بالشام هيدا انجاز يعني ولا ما بيصير؟ الانجاز هو ولا ما بيصير؟ قد ما يكون رأينا بالسياسة وبحترم رأيك بالسياسة، بس ما بيصير اعتبار قتل الشعب السوري وتدمير سوريا هو انجاز. هلا يعني اذا انت حابب تقولني شيء انا ما قلته ما بعرف، بس انا ما قلت هيك. انا اللي عم بقوله انه النظام لحد هلا وقت بيمنع تقسيم سوريا وبيقدر يحافظ على وحدة الجيش بحد كتير كبير، بعد لحدية اليوم الدولة عم تدفع رواتب، بعدها عم تقدم جزء كبير من الخدمات الاجتماعية. هيدا الشيء ما بيعني انه النظام ببعض المحلات ما استعمل قبضة حديدية اكثر من اللزوم، هيدا ما بيعني انه النظام بسوريا كل اللي عم بيعمله اليوم هو صح. انا عم بقول بالاتجاه العام، انا بالنسبة لي بحس حالي اقرب الى الخط السياسي اللي بينتهجه النظام من الخط السياسي اللي بينتهجه الاخوان المسلمين. بس سألك بالرغم من كل اللي عم يحصل؟ لا مش بالرغم، انا يعني هذا كلام من هذا كلام من سنه ما كنت بوافق عليه بس كنت بقبله، بس هذا كلام اليوم مش بس ما بوافق عليه، فينا ما فيني اقبله، فينا نختلف عليه بالراي، بس بكل الاحوال اللي عم نقوله انه هذا النظام بغض النظر عن كل سيئاته اليوم بقاؤه اصبح ضروره لسوريا، لانه ذهاب هذا النظام اليوم هو بيؤدي لحرب اهليه بالمنطقه، حرب اهليه بسوريا وحرب اقليميه، وبيؤدي لتفتيت مجتمعاتنا، وهذا الشيء بطل خافي على حدا اليوم. هلا بغض النظر عن اختلافنا بالرأي بهذا الموضوع، نحكى كثير عن موضوع انه نحن هلا عاملين نائب النفس، عم نحكي ك 14 قدر. ما دام بالنتيجه اخذت مداخله وطويله عن سوريا ختمنا الملف، خلينا ناخذ فصل اعلاني ثم نعود الى موضوع الحكومه والمواقف اللبنانيه. ترجع لعنا. وقبل ما تابع معكم هالحوار بدي اتوقف مع اتصال هاتفي من السيد احمد القصير ايضا من بلده القصير في سوريا. مساء الخير استاذ احمد. اسم على مسمى. مساء الخيرات، تحياتي لك بضيف كلمه كريمين. شكرا لك، تفضل انت على الهواء، يمكن استمعت الى الحديث المتعلق بالقصير وما يحصل فيها. سيدي انا من المنطقه يعني ابن منطقه القصير وناقش بسوريا العامه. اولا داني احلل لك بعض ما جاء في خطاب السيد حسن نصر الله، يعني قال عن القرى اللبنانيه على الاراضي السوريه هو دخل لاجل حمايتها. هناك نقطتين للخطاب، معناتها هناك اعتراف من حسن نصر الله انه بغياب الدوله السوريه والنظام السوري وعدم قدرته على حمايه المناطق هذه التي ذكرها، وهو يعني دخل لحمايتها. هاي نقطة. النقطة الثانية القول ان القرى اللبنانية والدخل لحمايتها، هذا الامر بتكون في الدولة اللبنانية ما بيكون في حزب موجود على الاراضي اللبنانية، هذا ضمن الاتفاقيات الدولية. ثانيا اثبت خطاب السيد حسن اثبت بان حزبه حزب طائفي ويساند نظام طائفيا، وتدخله لحماية اللبنانيين ليست من مهمة الاحزاب تأتي، بل تأتي بتدخل يقاتل مع النظام وجيشه وجيش. المشكلة أنه جيش القرى الحدودية بنتيجات كثيرة للمناطق الحدودية تحديدا الشيعية، هم أهلنا ونحن من المناطق التي احتوت أيام حرب تموز أكثر من 20. طب أستاذ أحمد، أستاذ أحمد يعني هودي تقريبا يعني اطلعنا عليهم، بس إذا بدك توصف ميدانيا شو يلي عم بصير عندكم حاليا؟ ميدانيا خليني أشرح لك المنطقة. ميدانيا منطقة القصير عم تخوض حرب على ثلاث جبهات. اول جبهه هي طريق حمص، طريق حمص الدولي اللي عم تاتي منه قوات الجيش النظامي، ثاني طريق منه اللي طلع الاخ حكي من حاويك من ناحيه قريه زيتي والقصر وحاويك، وطبعا هناك حواجز للجيش الاسدي ومقاتل سابق البرهاني هناك عم يحاولوا يقتحموا، عم تدخل في هناك راجمات على سد زيتي وهي منطقه سوريه موجوده لحزب الله، عم يحاولوا يقتحموا المنطقه من هذيك المنطقه، عم يتواجهوا من الجيش الحر. ايضا بيجيك لناحيه طريق بعلبك الدوليه عم تدخل السيارات من منطقه ربلي ومنطقه المنطقه الامانه السوريه واللبنانيه تحت مرأى الامانه السوريه، طبعا عم يدخلوا عم يحاولوا اقتحام قريه جوسي الى اكثر من سبعه ايام يعني محاصره المنطقه. يعني انت بتاكد يعني ان يعني على القرى الحدوديه بيحاولوا يعتدوا عليها، اما نحن كاولاد منطقه نتيجه اغلب الناس انها انطلقت لانها طلعت بالمظاهرات السلميه ببدايه الاحداث عم يحاولوا يدخلوا ولعنا نحن ما لنا عم نقدر نطلع لهناك، والشاب اللي طلع قال انه القصير عصابات مسلحه، خلي ينزل على القصير اذا نازل امر طبيعي ما حدا بتعرض له، يعني اللي عم يقول انه عم يخطفوا ناس مثلا قال انه عم يخطفوا ناس، في عندنا اكثر من اسير عندهم موجود يا اما عند بيت زعيتر تحديدا بحاوي
او موجود في منهم موجودين بالهرمي. يعني انا بعطيك انا كوني من المنطقه بعطيك الاماكن الموجودين فيها. يعني بتصور استاذ احمد انه وصلت الفكره. شكرا لك على هالاتصال الهاتفي. كنا عم نحكي عن موضوع الحكومه والنائب النفس. الى اي حد تعتبر حقيقه ان الحكومه نجحت في هذه السياسه؟ الموضوع اللي حكي فيه هلا هذا الشخص من استاذ احمد قصير بعتقد نحن حكينا عنه طبعا كل واحد توضيح صغير يعني الكلام يعني لانه حزب الله تصرف بطريقه طائفيه ما اخر شيء حزب الله هو بيئه شيعيه يعني شو عم بخبرنا شيء جديد وهو من القصير اللي هي بلده سنيه ما بقى ننغمس بهذا الموضوع عم يجرونا لحتى نفوت بنفس اللعبه حزب الله موجود بهالمنطقه خلينا ننقى بنفسنا من خلال الحكومه فبالتالي يعني ننقى بنفسنا الموضوع ما بقى ننجر له الشق الثاني اللي له علاقه بالنائب النفس في خيار اخذته الحكومه بالنائب النفس وهذا خيار نحن موجودين بالحكومه بغض النظر عن راينا قديش نحن فينا ننقى بنفسنا ولا لا ولكن الحكومه ما فيها تنقى بنفسها عن اشياء اساسيه لها علاقه بمصالح الناس بامن الناس فبالتالي الفكره الاساسيه اللي لها علاقه بالنائب النفس فينا نقبل كل شيء بس ما فينا نقبل انه الدوله تسمح باللي عم بيصير بسجن رومي ما فينا نقبل وقت بيطلع محمود برأيك في تقصير امبارح محمود فلاح اللي وتلاقي واحد من ثلاثه اللي هربوا بيطلع ميت بسوريا طيب برأيك في تقصير خليني كفي الفكره اكثر من تقصير انا برايي انا بعتقد وقت بيصير اللي حكينا عنه قبل من باخرد فضل الله وصولا لاحداث لطفل. عرسال اي لطفل وصولا لبلة عرسال مش فضل الله من لطف الله عليه وصولا للثلاثة اللي هربوا من فتح الإسلام واحد منهم محمود فلاح مات بسوريا واضح في فريق في له ماستر مايند في حدا منظم بنظم هالشبكات منه شيء موضوع عم بيصير بالصدفة وهون خطورة الموضوع مين فريق 14 أدار هلأ أنا بعتقد في أجهزة مخابرات دولية مشتركة بهذا الموضوع وفي إلى أدوات محلية حكما نحن اللي عم نقوله ما بيجوز النائب النفس عن هيك موضوع الدولة اللبنانية وخصوصا الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى لازم تضرب بيد من حديد بهذا الموضوع ما بقى يجوز أنه نعرض اللبنانيين وأبن اللبنانيين للخطر على قاعدة النائب النفس الأشياء يعني حتى أنتم ما كنتم مرتاحين إلى هذه السياسة ما أنتم موجودين بهذه كل شيء تاني له علاقة بالنائب النفس نحن عم نرضى فيه ما في مشكلة ولكن في شيء له علاقة بأمن الناس هذا ما فيك تسكت عنه فبالتالي بهذا الموضوع الإحصاء اللي نحكى واللي الناس منا راضي على موضوع الحكومة آخر شيء بتعرف بيقولوا نصف الناس أخصام لمن ولي الأحكام هذا انعدم هذا انعدم هذا شيء طبيعي الناس دايما طبعا خطابة معارض هلأ بالشيء الثاني اللي حكيت فيه بموضوع المسيحيين رح أرجع لك موضوع المسيحيين بس بدي أسمع رأيه وخصوصا أنه وكأنه في اتهام لقوى 14 أداد وأجهزة استخبارات معينة أنت مشكلجي لا أنا بسمع أنا ما مشكلجي بس بسمع منيح لا أنا بدي وافقه على كلام اللي قاله كمان بدي وافقه طبعا على أنه على العنوان مش على التفاصيل بدي وافقه على أنه حكومة ما لازم تنقى بنفسها عن أمن المواطنين ولا بمحل ولا بطرابلس ولا بعرسال ولا على طريق المطار ولا بخطف المواطنين اللبنانيين ولا برومية ولكن شو اللي عم بيخلي الدولة بأجهزتها الأمنية تضعف تدريجيا تجاه الحالات المسلحة شو حزب الله لك نرجع وانت عم تضحك بس فعليا كيف فيك ما حسن في واقع بلبنان كلنا سوا بنعرفه وانا خليني خبرك واقع نحن عشناه بصغرته بالستينات وبالسبعينات وبالثمانينات بتعرف صغرته مكونه عائلات صح. على الأقل المدينة طيب وقتها بتجي الدولة بتضرب يد من حديد تجاه الجميع وأي شخص بيعمل مشكل بصغرته بتجي الدولة وبتحاسبه تحت سقف القانون ما بيعود بيصير فيه ردة فعل وقتها بالستينات وبالسبعينات الدولة اللبنانية أثرت أدت هذا الموضوع إلى مجازر وأدت هذا الموضوع إلى ناس عم تقول طيب طالما الدولة مش موجودة أنا بدي رد ونحن بنعرف قديش صغرته دفعت ثمن تقيل بالدم على هيدي المراحل من تاريخها واللي نحن يعني برأيك المعالجة بدها تكون يعني من هوني بداية وقتها في فريق من اللبنانيين عم بشوف انه والله بيجيب اكثرية الى مجلس النواب هالاكثرية بتتسقط بسلاح وقتها بيعطي رأيه ضمن الاطر الديمقراطية هيدا الرأي بتتسقط بالقمصان السود وقتها بيشوف زعيمه عم بحكي عن 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 سعد الحريري بالمنفى لانه ما عم بيقدر يجي وقتها بيشوف قيادته عم تنقتل وقتها عم بيشوف انه متهمين بالقضاء الدولي عم يتحولوا لقديسين
بطبيعة الحال نحن شو بنكون عم نشجع؟ بتزبط بكل الميلات. لا ما بتزبط الا من ميله واحده يا لا عم نحكي تحولوا لقديسين. بلكي قصده انه في ناس تتحول قديسين، ناس تتحول الى شياطين. لا 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 لا، انا عم بحكي، انا عم بحكي عن الكلام الرسمي اللي طلع من حزب الله، يعني تجاه متهمين بقضيه اغتيال الرئيس الحقيقي. ايه بنكون عم نضرب الاعتدال ومشروع الدوله، وبنكون عم نشجع التطرف، وبعدين بنقول اه في تطرف. طب الحل هلا شو؟ بانتخابات اكيد. قبل ما ابتديت بهذا الموضوع، لا خلينا نمشي يعني كمان قضيه الانتخابات، لانه انا ابتديت بهذا الموضوع وبنرجع نقول نحن ك14 اذار ما في خطوط حمر، نحن ما عم نقول مخيم نهر البارد خط احمر، نحن عم نقول الدوله اللبنانيه خط احمر، ونطلب من الجيش ومن الدوله اللبنانيه انه تنزع السلاح من كل المدن اللبنانيه وترجع تعيد الامن الى كل المدن بس اللبنانيه. بس لنفترض انه حصل بما فيها في طرابلس اللي بيعرف تماما الاستاذ حسن انه ابن البيئه، لنفترض قديش عم بيصير في تدخل عظيم من حزب الله بالبيئه السنيه وتسليح. لنفترض انه حصلت الانتخابات، ولنفترض لانه حكيت كذا مره انه اخذت الاكثريه بالقوه، رجعتوا اخذتوا الاكثريه، هل انتم قادرين تحكموا لحالكم؟ انتبه. ليش لا؟ لانه في سلاح؟ لانه في وضع على الارض. لانه في سلاح. لانه في سلاح، مش لانه الدستور بيمنع. منه بس لانه في سلاح، ايضا لانه معظم النواب الشيعيين 90 الشيعة يعني 90 او 95% عم يجوا من تحالف امل حزب الله، هل فيكم تتخطوا هذا الواقع؟ يا استاذ وليد، هذا الفارق الاساسي عم بحكي على مستوى الهيكلية بين اتفاق الطائف والاتفاق الثلاثي. اتفاق الطائف اخذ بعين الاعتبار وجود طوائف، ولكن اخذ بعين الاعتبار اليات دستورية لتشكيل اكثرية واقلية. بوقت الاتفاق الثلاثي ما قبله كان واضح انه هو فيدرالية طوائف، كل طائفة بتنقي مين ممثلين، وهالممثلين بده حدا يرعاهم تيتفقوا مع بعضهم، اذا اختلفوا بيكون اختلفوا في قوة إقليمية بترعاهم، وإذا اتفقوا بيكون عظيم. ومعروف أنه يعني بظل تجاذب إقليمي ودولي دايم حول لبنان هذا حيؤدي إلى غاية دايم. فإذا هذا الفرق الأساسي، اتفاق الطائف بحط أسس لأكثرية وأقلية ضمن أخذ بعين الاعتبار يعني معادلات طائفية، بس بيعطي حقوق للطوائف مش لأحزاب الطوائف. يعني ناويين هالمرة تحكموا لحالكم إذا أخذتوا الأكثرية؟ أنا برأيي حنوصل إلى واقع متعلق بقانون الانتخاب. طب ما كل قوانين الانتخاب اللي بنعملها شو إلى فايدة أصلا؟ شو إلى فايدة الانتخابات إذا شو ما طلعت نتيجة الانتخاب؟ بدنا نرجع إلى حكومات ما سمي بالوفاق الوطني. يا ريت في وفاق وطني، أنا ماني ضد المطلق أنه يكون في حق، ولكن حكومات التعطيل يعني التعطيل الوطني وحكومات اللي حصلت تحت اسم الوفاق الوطني هي حكومات عم ترفض الانتخابات. ونحن من الناس اللي عم بيقولوا اذا 8 اذار اخذت الاكثريه، واصلا هلا انقلبت واخذت اكثريه ولو بقوه الامصان السود، عملت حكومه لوحدها. هلا كيف هيدي الحكومه عم تقدر تتعاطى بالشان الامني وبالشان الاقتصادي حنوصل له، ولكن نحن عم نقول اذا بدها تطلع انتخابات بده يكون في جهوزيه من كل الفرقاء انه اي فريق بيربح هو يحكم، طبعا اخذ بعين الاعتبار الدستور وتمثيل كل الطوائف ضمن اطار الحكومه. هل بتوافقوا على هذا الكلام وعلى هذا الطرح، او انه لبنان مثل ما بيقول البعض لا يحكم الا من خلال توازنات معينه، وبالتالي من خلال اشراك كل الفئات في الحكومه يعني السلطه التنفيذيه؟ اول شيء بس بدي ارجع كمان فشخه لورا في موضوع اللي له علاقه بالفلتين الامني. مؤخرا صار في جهد كتير كبير على مستوى إذا بنحكي دولة الرئيس بري وحزب الله لضبط ما يحدث على طريق المطار وعدة محلات تانية، وهذا شغل كتير منيحة. أنا بعتقد أنا كمان بتمنى على الطرف التاني يمارس نفس الدور لضبط فريقه. أنت بتعرف أنه اليوم في عشرات من الحالات بالمحكمة العسكرية ناطرة أحكام لناس عم بتهرب سلاح على سوريا من تجارة سلاح للتدخل لناس عفقة من الميلتين. هذه مرة تانية تجارة لبنانية شاطرين فيها كل عكل الميل، وقتها في مصاري يعني ما بيقعد في 8 و14. بالضبط. فإذا أنت بتعرف أنه تهريب سلاح منه موضوع سياسي، هو موضوع متعلق بتهريب سلاح أصلا. صحيح. صار في تحقيق بقلب حزب الله لكثير من العناصر. هذا بموضوع التهريب، ولكن بموضوع الاشتراك بالأحداث وبموضوع القتال وبموضوع التورط العسكري المباشر بعتقد محصور الموضوع وين ومعروف وين في تو... ايه عند حزب الله. اللي حكيناه قبل عن موضوع الباخرة وعن موضوع العسكريين اللي انهجم عليهم على عرسال واللي خلينا نكمل يعني بالحكومة الشباب اللي ماتوا من عرسال بسوريا. خلينا نكمل بموضوع المجلس النيابي. بموضوع المجلس النيابي وقتها فريق 8 أدار
قرر يشكل حكومة هالمرة كمان دعي فريق 14 إدارة على حكومة وفاق وطني، وصار مثل تقليد بلبنان، ولكن فريق 14 رفض هالشيء. هلأ يعني رفض يعطي فريق من يأذر تلت بين هلالين الضامن. أي والمرة الماضية ما كان في كان في تلت ضامن مستور، بس ما كان في تلت ضامن ضامن علني. بس حتى قبل بس كان واضح انه رح يظهر اذا التلت الضامن او المعطل باللحظه الحاسمه. يعني دائما نرجع على قصه الامصان السود والى بس ما كمان وقتها كان في بعد انتخابات 2005 وتحالف فريق 14 ادار مع حزب الله، ما كمان هن رجعوا انقلبوا على هذا الموضوع. يعني هذا موضوع بلبنان انقلبوا بالامن يا استاذ حسان، انقلبوا بالسياسه. كيف بغض النظر انا الحقيقه حابب من الحكومه بعد موضوع اغتيال موضوع موضوع ما نرجع موضوع حزب الله. يعني ما هو كمان صار في اتهام مباشر وعلني، وكانه دائما في اصدار احكام قضائيه مسبقه وما حدا بده ينطر القضاء. هون تسمح لي بس ولكن قصة جبران الطويني انا بزير. اذا القرار لقدي ما راح اسمح لك، بدي كفي تفضل. لكن كفي بالموضوع بس ايد على المسيحيين. أنا بعتقد يعني صار أشبع نقاش موضوع حزب الله والسلاح والموضوع السوري. يعني إذا فينا نفوت على الموضوع الانتخابي والمسيحي، هذا حفظ منا عم نفوت بهذا الموضوع. يعني في اليوم جو وطني منه حلو، مثل كأنه يعني نحن صار كل الجو العام كم فينا نجيب نايب مسيحي نحن كمسيحيين، وبكره كمان بيطلع لك جو سني بيقول لك نحن كسنه. عم تحكي عن قوانين الانتخاب. ايه هذا الجو اللي عم ينشا اليوم. انا بعتقد انه المسيحيين تاريخيا هن رواد عصر النهضه، والمسيحيين هن اللي يعني بلشوا المدارس الفكريه بهالبلاد، وهن عندهم قدره يرسموا مشاريع مستقبليه تاخذنا للمستقبل. ما لازم ناخذ مشاريع تاخذنا على التاريخ وعلى الماضي. إذا بدنا نفوت بالتفصيل، وإذا بدك قبل، نحن على مستوى تاريخي معين كنا ننتقد مدرسة بالسياسة بلبنان كانت تقول أنه كل ما هو لمصلحة المسيحيين هو حكما لمصلحة لبنان. أما اليوم لازم ينقال أنه هو لكل ما هو لمصلحة لبنان هو لمصلحة المسيحيين وباقي الأطراف اللبنانية. من هذا الباب خلينا نفوت على قانون الانتخاب، لأنه بلعبة الأعداد بعتقد هذه لعبة خاسرة. المسيحيين بلبنان صاروا عارفين انه لعبه الاعداد هيدي لعبه ما لازم تنلعب بقى، فبالتالي خلينا نفوت من هذا الباب على لعبه قانون عصري مدني، مش بس بقانون الانتخاب، حتى على مستوى بناء الدوله. خلينا نبني دوله مدنيه تعطي كل انسان حقه حسب كفاءته. بس بتعرف انه هذا الاتجاه هلا، هذا ما الاتجاه منه بس عند المسيحيين وانما صحيح. عند نحن جميع الاطراف مصرين نضل هذا الصوت المختلف بظل الجو الطائفي العام، لانه نحن بنعتقد كل هالكويك فيكسز هيدي الحلول الخزق لزق ما رح توصل لمحل، حتاسس لحروب اهليه جديده، كان القانون الارثوذكسي او قانون الخمسين دائره او الستين، هيدي كلها سوا بتاسس لحروب اهليه، كل واحد بياسس اكثر من الثاني او اقل من الثاني بشوي. المطلوب اليوم انه نوصل لمحل يحسوا اللبنانيين انه هن عم ينتخبوا ممثلينهم كلبنانيين، وما يحس حدا حاله مظلوم بنفس الوقت، ولكن يكون على قاعده وطنيه لحتى نحمي لبنان بالمستقبل من اللي جاي علينا من حروب اهليه ومن تدخلات والى ما هو. على كل حال ما دام عم تحكي عن الانتخاب واللبنانيين، بدنا نتوقف مع تقرير عن موضوع اللبنانيين المنتشرين في العالم يلي هلا كمان موضوعهم عم يثار في وسائل الاعلام، ونحن طبعا بمحطه الام تي في يعني كنا ضمن هالحمله لانه حظ الدوله حظ وزاره الخارجيه على اتخاذ موقف وعلى التحرك عمليا في سبيل ان يتمكن المنتشرون اللبنانيون من الاقتراع. رح نشوف كلنا سوا هذا الريبورتاج. فخامه رئيس الجمهوريه وعد قال اللبناني المقيم المغترب اللبناني رح ينتخب. انا اليوم هو ناطر اكتر ناطر انه ينتخب. رحبنا وقت طلع القانون واعطاهم الحق انه صوتوا. انا اول انا من الاشخاص اللي سجلت اسمي حتى صوت بالقنصليه حتى شارك بهالامور. المغترب اللي بده يكون برا عم ينتخب بده ينتخب كانه موجود، اذا كان ابن عكار كانه موجود بعكار. يعني هيدي اول شيء مثل ما تهللنا فيها صوتك حق لك، هيدا شيء ابسط الامور، هيدي ابسط الحقوق، تعبير عن الراي. حق الانتخاب للمغترب اللبناني هذا شيء ضروري واساسي، لانه مثل ما حكينا دائما انه بكل المراحل اللي مرق فيها لبنان كان المغترب اللبناني عم يلعب دور بناء دور فعال. اللبنانيين غير المقيمين لهم حق
أساسي بالتصويت المشاركة باختيار الإدارة السياسية والسلطة السياسية بلبنان، لأنه هن شريك اقتصادي رئيسي. لأنه أحلته الحكومة مؤخراً لمجلس النواب ما أول قانون بياخذ بعين الاعتبار أنه في جالية لبنانية كبيرة متواجدة ببلاد الاختراب. هيدا نحن ما بنعتبرها هي الحل الأزبط. ليش ستة؟ ليش مش عشرة؟ ليش مش واحد؟ ليش يكونوا إضافي؟ ليش ما بيحق له المقترع يلي محل نازل السكن تبعه أو محل الإقامة تبعه أنه يقدر يقترع، ولكل لبنان لأنه هن معنيين بكل لبنان؟ اقتراع غير المقيمين اليوم بيوفر على المرشحين عشرات ملايين الدولارات عم يدفعوها نقل للمغتربين لحتى يجوا يصوتوا لهم بلبنان. انه بالقانون الماضي كان المغترب بينتخب 128 نائب. اجى المشروع القانون الجديد اجى خصص المغتربين بست نواب. اليوم 128 من حقهم انه ينتخبوا من كل اللبنانيين كانوا بلبنان او بالاغتراب، ومن حق الاغتراب كمان انه يختار كل واحد حسب منطقته انتمائه اي منطقه هو. اللي بيعيق عمليه اقتراع المغتربين هي العمليه اللوجستيه. بتمنى على الحكومه اللبنانيه وعلى مجلس النواب اللي هو صاحب القرار بالاخر ان ياخذوا موضوع اقتراع المغتربين بجديه، ان يصار الى تعديل القانون، نعمل سله اصلاحات لنخلي الناس كلها مغترب أو مقيم بلبنان يتعلقوا أكثر ويطلعوا ببلدهم ويحسوا أنه بلدهم أو النظام ببلدهم صار بيتلاقى مع متطلباتهم، صار بيسمعهم وبيسمعوه. يمكن وقبل ما استكمل معكم الحوار لهالليلة بدي اتوقف مع اتصال هاتفي اخير، وهو من السيد خالد عبود مرعب. مساء خير استاذ خالد. الله مسيك بالنور استاذ وليد. سامعني؟ ايه سامعك منيح، تفضل. عم احكي معك مرياض حبيبي، بحييك وبحيي اصدقائك زملائك الموجودين والزميل ميشيل. شكرا لك. عندي مداخلتين لو تسمح لي تزوري. تفضل. انا زي لبناني بحزن لما بشوف في حدا بالعالم كله شايف الاجرام اللي عم بيصير بسوريا وبيحاول يدافع عنه. ثاني عندي على ولايه فقير، ولايه فقير يا استاذ وليد ولايه عقائديه، ما انا ما بدي احكي بالموضوع ديني بامتياز لون واحد. هو من قتل شهداءنا مشروع المنطقة كلها بأسرها، فبقوة السلاح والسلاح الغير شرعي الذين نحن هلا حاليا نرضوا. هذا ثاني ثالث عفوا موضوع المعادلين اللي عم يجوا من سوريا. اليوم يا استاذي الكريم اللبنانيين بحييهم كلهم بالعالم، بتنين بالمحافل الدوليه بالرجال اعمال، انه ما على شيء انه يدخلوا علينا هذا قنبله وهذا مريض الله يشفيه، انه ما على اسماء، ما اعرف العذاب اللي عم يشاركوا، ارحمونا كلبنانيه بدنا نعيش. برجع اقول لك عن اللي حكى ما اعطى اسمه. الدفاع عن نفسي يا خي وليد، امبارح سيد نصر الله بيبعت طياره وطلع شخص باسم حزب الله بيقول فنبعت اينما شاء، يعني نحن هني يبعثوا وقت اللي بيشير. ما بدي احكي بهذا الموضوع، في عنا قاعده تحكي فيها، ولكن يعني ساكنين على حدود لبنانيه، نحن عسكريين بحجه الدفاع عن النفس يا استاذ وليد بيفتحوا جبهات مع مين من كان. هل يسمح لنا حزب الله او لبنانيين كعسكريين مقصف كل يوم؟ امبارح عيالنا ناموا بالسيارات، امبارح عيالنا ناموا بمناطق ثانية، وصلت القذائف للكويشرة، للبحيرة، للبيرة، للدوسة، فليسمح لنا بالرد؟ عندنا شيء اسمه الوطن، عندنا شيء اسمه جيش لبناني، الله يعينه، الله يساعده على القروقات، ما فيني أقول لك شو في القروقات، شو عم يتعذب هذا الجيش الباسل البطل.
السيد خالد عبود مذعب، شكرا لك على هالاتصال. بتصور انه وصلت الفكرة، وصلت صرختك كمان الى المسؤولين يلي عم يستمعوا. كنا عم نحكي بقانون الانتخابات، برأيك هل في خوف من ان لا تحصل هذه الانتخابات، وخصوصا انه بدأ التلويح نوعا ما، انه البعض عم بيقولوا اذا ما تم التوصل الى قانون. العماد ميشيل عون كمان حذر من هذا الموضوع فيما يتعلق بمنطقة عكار، يعني قال انه الوضع في عكار لا يسمح بإجراء الانتخابات. برجع اقول استاذ وليد انه في ضرورة وطنية انه تحصل انتخابات بلبنان، مش مقبول من جهة من حيث المبدأ. بلحظة في انتخابات بليبيا وبمصر وبتونس وبغيرها من البلدان، أنه لبنان اللي كان الجزيرة الوحيدة من الديمقراطية بالعالم العربي أنه يتحول إلى بلد ما فينا نحترم فيه الإصلاحات الدستورية. بس يمكن مصلحتكم كـ14 أدار أنه لا تحصل هذه الانتخابات. أنا برأيي ما في مصلحة، منه بالنسبة للنتائج ككل، بس البعض بيقولوا أنه أنتوا يعني الوضع يكون الداخلي كتير سيء، وحتى البعض عم بيقولوا أنه بدايات خلاف أو أكثر من بدايات خلاف مثلا بينك وبين القوات اللبنانية بالمنطقة. لا 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 يا أستاذ وليد، ما حدا يلعب بهالمسلة. نحن بنعتبر، نحن ما لعبنا بس قرينا. لا طبعا طبعا، لا لا، الكلام الكلام هي المسلة فجدت على الطاولة. الكلمة من لا، الكلام منه موجه لك، الكلام موجه لبعض الإعلام اللي عم بيحاول يجر نقاش عم بيصير اليوم الى خلاف. بس ما في فتور بالعلاقة بينك وبين القوات اللبنانية اللي صاير. استاذ وليد خلينا نكون واضحين، وهيدا وضحه تم الطرق اليوم رد على مقال صحفي من هون وتحليل صحفي من هنيك. نحن بنعتبر أنه في قضية مشتركة بتربطنا مع سمير جعجع. نحن بنعتبر أنه سمير جعجع هو حقيقة رمز المسيحي لهذا الفريق الاستقلالي السيادي، ونحن بنعتبر أنه سمير جعجع هو الرافعة الأساسية اللي عم بيسمح بتوازن حقيقي على مستوى الشارع ككل. هلأ اللي صاير هو نقاش على كيفية مقاربة الانتخابات بقضاء صغرتها، ولكن هذا النقاش منه بتاتا نقاش على الحصص، منه قصة أنه مين بده يحط حصة، ولا هو نقاش على تقسيم الجبنة أو تقاسم الجبنة، منه نقاش أنه بده مرشح على الأقل للقوات اللبنانية واحد من أصل ثلاثة. هذا حق للقوات اللبنانية أن يكون لها مرشح. النقاش منه هون، النقاش هو انطلاقا من الواقع على الأرض وانطلاقا من ميزان القوة، كيف بدنا نشكل لائحة، أفضل لائحة لـ 14 أذار تعطيها حظوظ الأساسية للربح، لأنه نحن هممنا كلنا سوا نربح سوا. انطلاقا من هون في نقاش، وهذا النقاش نقاش طبيعي، هو نقاش جدي ونقاش طبيعي. يمكن بقلب حركة الاستقلال في وجهتين أو ثلاثة. نقاش بارد أو نقاش حار؟ لا لا، نقاش بارد. في نقاش وفي نقاش جدي، وأصلا بقلب القوات اللبنانية في أكثر من وجهة نظر، وبقلب حركة الاستقلال في أكثر من وجهة نظر. وهذا النقاش منه نقاش بين الحركة والقوات، هو نقاش بين كل المكونات 14 أذار بصغرة الزاوية، من الحركة الاستقلال، من القوات اللبنانية، من العائلات بصغرتها، من تيار المستقبل الموجود انتخابيا. فإذا في نقاش جدي وطبيعي أنه يكون في وجهة نظر عم تنحط على الطاولة، هيدي حدودها للعبة. وما حدا يفكر أنه ممكن أنه بيننا وبين القوات اللبنانية اللي في قضية مشتركة، قضية دفعنا ثمنها تنتنا دم، واللي في مستقبل مشترك، أنه نوصل إلى خلاف. وبتصور أنه هذا النقاش وصلنا فيه من البداية أساسا إلى نقلة نوعية بصغيرة الزاوية، هو أنه لأول مرة من بداية الخمسينات عم بيصير في تفاهم بين كل مكونات 14 أذار، يعني إن كان ميشيل معوض، إن كان الأستاذ يوسف دويه، إن كان شيخ جواد بولس، إن كان الدكتور سمير جعجع، وإن كان غيره من القوى، أنه يكون في مرشح من القضاء من الزاوية. وهذا موضوع أعلنناه من أكثر من سنة. عن حسم؟ طبعا هذا موضوع محسوم، وهذا موضوع أعلنناه، وهذا نقلة نوعية حقيقية، لأنه هذا بتساهم بإشراك الحقيقي بين صغرتها والزاوية اللي نحن وعدنا فيه بال2009 واللي نحن حنطبقه سنة 2013. سيد حسان، بالنسبة لكم هل بتعتبروا أنه انتخابات الكورة الفرعية كانت بمثابة عملية استطلاع مبكرة لانتخابات العام 2013؟ لا، كانت تحمية مش استطلاع. اللي صار بالكورة هو بتعتبروا أنه التحمية ما زبطت معكم؟ لا، صار في تقدم، صار في تقدم حقيقي على مستوى الأرقام بين الانتخابات الماضية وهي الانتخابات. ونحن بنعتقد أنه إذا عملنا معركة جدية نحن وحلفائنا المرة الجاية، أنا بعتقد أنه في إمكانيات فوز حقيقية، وهذا شيء بالأرقام مش بس بالنوايا. هلأ بس في شيء انطرح قبل على موضوع المغتربين،
كمان بدي وافق على موضوع المغتربين، ونحن مع اقتراع المغتربين، ونحن طرف مستفيد أساسي من موضوع اقتراع المغتربين، لأنه نحن معنا الإمكانية المالية اللي عنده إياها غيرنا يستقدم. نحن موضوع وقت بيصير في استقدام مغتربين من برا بيكون على نفقة الأفراد نفسهم أو بعض المتبرعين من عندنا. كل فريقك عم بيقول يعني، وإذا سألنا 14 أدب بيقولوا لك معنا، لكن إذا كان هيك فليكن نحن كلنا سوا مع الموضوع. تساووا بهالموضوع، نحن بنعرف عن حالنا، كل واحد بيحكي عن حاله. تساووا بهالموضوع، بموضوع المغتربين، بموضوع قبل ما نطوي بموضوع قانون الانتخاب. استاذ حسن، أنا حابب نحكي شوي بمدح تطوي، هلا بترجع أنت بموضوع قانون الانتخاب. أنا شوي حابب نحكي بموضوع قانون الانتخاب وشو مصلحة لبنان. أول شيء قانون الطائف نص على الدوائر الموسعة. إذا كان بنطلع من الدوائر الموسعة يعني نحن بلشنا عم نضرب الطائف. إذا كان المطلوب الخروج من الطائف، ما حدا عم بيقول إنه نحن الطائف هو مقدس، ولكن إذا كان المطلوب الانتقال من الطائف إلى شيء آخر، خلينا نروح بشيء تاني لقدام، ما نرجع لورا وندرس الطائف كله سوا ونوصل كشعب لبناني لاتفاق سياسي جديد بأمن مصلحة لبنان بطريقة أمثل. ولكن حد اليوم الطائف هو بعده دستورنا واللي بيدعي لدوائر موسعة. هلا ممكن حدا يجي يقول لي انه ما هو بس قال للاكثار من عدد المحافظات، ايه بس ما قال 50، فبالتالي ولا قال حتى على عدد الاقضي ودوائر قانون بس السوقية. ما ذكر كمان ده عدد هو، لانه طيب على الراس فينا نحكي فيهم بس مش 50 يعني. ليش نحن عم نحكي؟ نحن في سببين ليش عم نحكي بالنسبية. نحن طبعا كحزب مع الدائرة الواحدة وخارج القيد الطائفي، لانه نعتقد هذا الشيء بيعمل تمثيل صحيح للناس من ميلي، ومن ميلي تاني خارج القيد الطائفي بيخفف من حدة الخطاب الطائفي. القانون الأكثر له يعني حساسيتين كتير كبار. أول شيء الموضوع المالي، خد مثل المتن الشمالي. المتن الشمالي عندك 8 مقاعد، بيجي فريق بيحط 10 مليون دولار، بدل ما هذا الفريق ياخد 8 مقاعد بيجي الفريق التاني بياخد 8 مقاعد على 10 مليون دولار. إذا جيت استعملت القانون النسبي، اللي بيحط 10 مليون دولار بياخد نايب زيادة ما بياخد 8، فبالتالي قيمة المال ومفعوله بيخف. هذا أولا. ثانيا بالنظام الأكثري والدوائر الصغرى أنت عم تلغي الناس، واحد بياخد 51%، واحد بياخد 49، لغى 49، 51 أخذ كل الدور. بس وقت الزغرت يعني كأنه نسبية على صعيد الوطن. لأنه أنت خد أي دائرة بالمصغر، وقت عندك 3 مقاعد بالكورة، إذا فريق عم بياخد 51 وفريق 49، هديك عم بياخد 3، هديك 0، بين الفريق التاني يعني خيالكم النسبية. طبعا هذا لأنه هذا 13 دائرة، 13 أو نحن خيارنا وموقفنا المبدأ هو الدائرة الواحدة. ولكن لا، هلأ عم نحكي بالعملي والواقع. إذا كان الدائرة الواحدة غير متاحة مع سوريا، نحن مع 13 15، مش مهم. طبعا كل ما وسعت الدائره كل ما كان افضل، بس اذا كان في اجماع وطني ممكن يوصل، وعم بيحكوا فريق 14 ادار جزء منه انه كانوا هني قبلانين بال15، تفضلوا نطرح ال15 وبنمشي كلنا سوا فيه. طيب استاذ ميشيل، صديق البرنامج مسال زلوعه بيسال انه اي قانون هو الافضل بالنسبه اليك، قانون النسبيه كما قدمته الحكومه ام قانون ال50 الذي يبقي صغرته دائره واحده؟ حجاوب برؤيتي لقانون الانتخاب. في محل بتلاقى أنا والأستاذ حسان وفي محل بختلف أنا وياه. إيه صحيح، نحن في نقاش عم بيشير بالشارع المسيحي أنا برأيي منه صحي. هيدا النقاش عم بينطلق من محل بالمطلق مين عم بيجو أي يعني من باب المشاركة، أي قانون عم بيجيب عدد أكثر للمسيحيين. أنا بقول أنه هيدا معيار من المعايير، صحيح، لأنه طالما نحن موجودين بالطائف، الطائف أعطى مناصفة، المناصفة ما لازم تكون شكلية، بدها تكون مناصفة فعلية، مع العلم أنه ما فينا نطلب من المسيحيين لوحدهم يكونوا مدنيين ويكونوا بقية الأطراف بلبنان طائفيين. يعني ما في وين بدك توصل؟ حوصل. فإذا أنا مثلا من الناس البد مطلق ضد القانون الأرثوذكسي، حتى ولو بيأدي اللقاء الأرثوذكسي عظيم، اتفقنا عليه، حتى لو بيعطي 64 نائب للمسيحيين، لانه هيدا بيرجع اتفاق الطائف الى اتفاق ثلاثي. بس هو فعلا بيفرط البلد، بس بيفرط البلد لسبب انه بنرجع الى فيدراليه الطوائف. وانا برايي نحن براينا الطائف ارسى اسس العيش المشترك مش في اسس فيدراليه الطوائف. ما في بلد بفيدراليه الطوائف. القانون الارثوذكسي بيصلح لمجلس الشيوخ. طيب مش لمجلس ال 50 دائره يلي قدموا حلفاء. اذا بدنا نحن نروح، بدي ارجع اقول الشغله الثانيه بس ولو بسرعه استاذ ولي، لان هذا موضوع حساس. فاذا نحن هممنا أكيد أن المسيحيين يكون يحسوا على حالهم ممثلين بقانون انتخاب يتمثل بلبنان. يعني ما بدنا نعمل التمثيل الوطني على حساب التمثيل المسيحي ولا العكس. انطلاقا من هون بدنا نروح بأحد من الاتجاهين، يا بدنا نروح بالدوائر الصغرى
لأنه القانون الأكثري بالعالم. إذا عم نحكي انتخابات صغير صح أكثري وصغير أو نسبة وكبير. نسبة وكبير. وين هون المشكلة؟ المشكلة الحقيقية اللي نحن عم نعاني منها هو أنه بهيدا البلد، وبدي أرجع إلى موضوع أساسي، أنه حتى لو جاب ميشيل عون 64 نايب، بدي أروح أبعد من 64 نايب مسيحي هو نقاهم من باب أنه هيدا بيعمل إشراك مسيحي أكبر، هل بالفعل عم بيقدر يكون شريك ببعض القرارات الوطنية؟ عم بيكون ب 64 نايب بيصير شريك بالطيارة بدون طيار، أو بقرار عم بياخدوا حزب الله بالجهاد بسوريا أو إلى آخره. مش مزبوط، مش مزبوط أنه عدد النواب المسيحيين هو لوحده بيعمل الشغل. فإذا ما نطلع من باب المصلحة الوطنية، هيدا المصلحة الوطنية تتطلب إعادة تقوية مساحة الدولة وأضعاف مساحة السلاح الغير الشرعي وتأثيره على الحياة السياسية. بس ما قلت ده موقف انطلاقا من هون. نحن بنعتبر أنه القانون النسبي أساسا نحن عم نخوض انتخابات وفي وجود سلاح، عم نقبل نخوض انتخابات وببعض المناطق في سلاح، وهالسلاح عم بيكون موجود ومؤثر بالانتخابات. فإذا نحن مع قانون يمثل اللبنانيين ويضعف تأثير السلاح بالعملية الانتخابية. انطلاقا من هون أكيد نحن مع قانون الخمسين دائرة، يعني 50 أو 52، هون بنرجع إلى الموضوع، يعني مع قانون أكثر بدوائر صغيرة، مع العلم أنه يمكن سؤال الأستاذ مارسيل، كل الناس بتعرف أنه أسهل لي خوض معركة بالشمال على أساس الانتخابات النسبية، كل الناس تعرفوا، كل التلفزيون قالت أنه على القانون الأكثر بقضاء صغيرة في معركة جدية، بوقت أنه على أساس النسبة نتائج صغيرة تشبه محسومة سلفا. ولكن أنا ما فيني أنظر إلى مصلحتي الشخصية يا أستاذ وليد خارج مصلحة البلد، لأنه آخر المطاف إذا أنا عملت نايب بمجلس نواب ما عنده قرار، شو منكون عملنا؟ طيب أستاذ حسن، هل أنت مقتنع بهذه الحجة اللي عم بيقدمها الطرف الآخر، أنه هن ما بدهم النسبية لأنه في السلاح؟ لأنه بيزيد تأثير السلاح، لأنه بيزيد تأثير السلاح على العملية الانتخابية. يعني ما بعرف، ماني شايفهم خايفين أبدا من السلاح. يعني اللي بيحكي عن سطوة السلاح بسم الله حولهم، يعني مقضينا ليل ونهار حكي عن السلاح وتطول على السلاح، وهذا حق. شو بدك تمنعهم يحكوا كمان؟ وهذا عم كفي عم بقول هذا حق ورأيه ونحن بنحترمه. زعلان حسن بعدنا عم نحكي برأيه، بس ما عم يعطي هيبته. لا بالعكس، يحكوا قد ما بدهم، بس ما حدا يقول في سطوة، عم يحكوا قد ما بدهم بالعكس. بس كمان بس عم بيقدروا يترشحوا أستاذ حسن ببعض المناطق، في ناس ترشحوا ببعض المناطق تفجرت سياراتهم وبيوتهم انكحشوا من مناطقهم. بس إذا في كلام بدنا نوافق على سطوة السلاح، يعني اللي صار مثلا مع اللبناني الكندي ما بيشكل سطوة مثلا معينة للدولة الأمريكية وعلى النظام المصرفي باللبنان مثلا؟ وقت بتجي أمريكا بتوجه لك رسالة عبر اللبناني الكندي وبتقلك إذا بدك تمشي بخيارات معينة، هذا اللبناني الكندي أول الغيث والآتي أعظم، هذا منه سطوة. وقت بيكون القواعد الأمريكية معباية المنطقة، وقت بيصير في هجوم أمريكاني على العراق، وقت بيصير في عندك وعندك إسرائيل حد، كله ما قاله سطوة. هذا بس يعني كله في عدة سطوات، بدنا نرجع في في توازن رعب إذا بدك. هلا هاي بهاي بس صراحة يعني، بس كمان بالمنطق إنه ما عم بفهم ليش السلاح بيأثر على النسبية وما بيأثر على الأكثر. الموضوع واضح، في فريق سياسي ما بده النسبية لأنه بتلغي عامل المال. منو؟ فريق 14 تحديدا التيار المستقبل لن يقبل بالنسبيه. اليوم قال احمد فتفت لن يقبل بالنسبيه، قال لانه لن يقبل بالنسبيه انطلاقا من نظريه السلاح. السبب لانه بتلغي عامل المال. استاذ حسان، النسبيه ببطل في تاثير للمال، وفي فريق استعمل المال على مدى، وعندكم تاريخ بالكلام بهذا الموضوع استاذ ميشيل، والهجوم على موضوع المال الانتخابي ب 92 ب 96 وبال 2000 وكان موجه تحديدا ضد تيار رئيس الحريري بهذيك المرحله. وإذا بدك فتلك أكثر شو كان ينحكى بالتفاصيل، كانت لما بقى في وقت كانت الست نايلات تقول لهم لجماعة الرئيس الحريري الله يرحمه، وبالأسماء إذا بدك بسمي لك، أنتو يو أر حريري بويز. إيه وين هاي؟ لا جايك هيدي كانت تقول لهم بعد ما دقيقتين بدكم هلا. بس خليني بدي فوت على موضوع. لا بدك تحكي القانون. القانون الانتخاب، أنت بدنا نحكي بالديمقراطية، لا ديمقراطية حقيقية في ظل الطوائف والعائلات والقبائل. اللي بيعمل ديمقراطية حقيقية هي الأحزاب. الديمقراطية المدنية اللي بتبني المواطن، بلا سيتويان ما في ديمقراطية. كل كلام أنه ناس بدها ديمقراطية، نحن بنعرف هذا سباك إلى السلطة. من يريد دولة حقيقية مدنية عليه أن يؤسس إلى نظام مدني مع قانون أحوية شخصية مدنية، مع أحزاب عابرة للطوائف، مع قانون انتخابي نسبي. أي كلام برات هالشي هو يصير باء على السلطة مش بناء دولة. هل أنت مستعد أن تسير في هذا الخيار يلي عبر عنه هلأ؟ أول شيء بسرعة أستاذ وليد، الكلام أنه في طرف بلبنان مستفيد من المال السياسي
يعني كلام عظيم عن جد ما بقى يقطع على حدا. بتقول صار في ميل سياسي بالانتخابات بال90 كان يقطع هلا بطل؟ عم بقول اليوم بس 2009 يا استاذ حسن بدون ديماغوجية عم بحكي بانتخابات 2009 كلامك ديمقراطي وكلامك لا بس خليه يخطب استاذ حسن. بانتخابات 2009 كان في فريقين عم بيستعملوا المال السياسي تنكون واضحين وواقعيين صح. واحد اثنين يعني بيفهم تماما الاستاذ حسان ليش عم بحكي انه سطوه السلاح عم تنزاد بالقانون النسبي، لانه في بعض المناطق مش عم بيقدروا يترشحوا بحريه مرشحين فيها. كلام كثير مباشر لقوا هذا موضوع جرب بال2009 وفي ناس تهجرت من بيوتها ومن مكاتبها وطلعت من من مناطقها بوقت انه في انفتاح اكثر ببقيه المناطق. مشان هيك القانون النسبي بيسمح لسطوه زايده للسلاح مع العلم انه حتى الاكثر بيسمح بالعكس النسبي بيساعد لانه خلص رياض الاسعد بينجح احمد الاسعد بينجح. انا مع تطوير الحياه السياسيه اللبنانيه لحياه حزبيه وانا موافق بهذا الكلام، بس الكلام بالقول بالمطلق انه كل الاحزاب بيجيبوا ديمقراطيه كلام بده نقاش. يعني الحزب النازي جاب ديمقراطيه بالمانيا او طيب. حزب الله عم بيجيب ديمقراطيه بالبيئه الشيعيه. اسس حزب مدني اسس حزب مدني ما عم نقول لك يعني لك لفوت بالحزب الاول. موضوع الاخير وبسرعه قصه الاغتراب، يعني نحن اكيد موضوع مشاركه المغتربين بالحياه السياسيه اللبنانيه شغله كثير اساسيه. اللي عم يتم تم اقرار القانون سنه 2009 في تقصير عظيم يعني فظيع من وزاره المغتربين. نحن على كل حال عندي سفره باخر شهر. شكرا لك خلص الوقت. بدي اتشكركم كمان بدي اتشكر اصدقاء المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقه بموضوعيه. لقائنا يتجدد اثنين مقبل، تصبحون على خير.